كلام بجد شد وجذب، خد وهات وهات وخد، بص شوت عدي فوت، لا ملعوبة حلوة موت. ما تخافش على الأهل، بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. والآن جاء وقت الخوف على الأهلي، وهي أبناء الأهلي اتحدوا. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في برنامجكم ملك وكتابة. الآن جاء وقت الخوف على الأهلي، يعني أنت بتقول لنا في دايما وأبدا ما تخافش على الأهلي. طبعا لما كنا بنقول ما تخافش على الأهلي يا استاذ ابراهيم، كنا بنتعامل في كوره، كنا بنتعامل في بعض المناوشات الخفيفه، في حكم، في تلقيحه، في حد عايز يقفز على مكسب من مكاسبك، المساله كانت مقدور عليها. لكن دلوقتي الموضوع بقى مخيف، وانا عندي اشكاليه. أنا ما ببص لأي موضوع طول عمري بقعد أفكر في تداعيات اللحظة، ما بقفش عند اللحظة لقدام وبعدين هيحصل إيه، فبقعد ألملم المشهد كده. فأنا اللي حصل في المباراة بتاعت أول أمس لم يفاجئني، ولكن للأسف إنه أكد مخاوفك. عشان كده كل هذه المخاوف يجب أن نتصدى لها بكل الوضوح، يجب أن نكشف أسبابها وأثارها بكل الصراحة والأمانة في حلقة مهمة، هذه أبرز فقراتها. مقالي وما قالوا، لحظة الانقضاض على الأهلي. الغربال، لو عاوزه خسران هات له إيفان. لكن بعظمة لسانه كل شيء انكشف وبان. أسرار الملك، هؤلاء يكرهون الأهلي. والشموع الحمراء، عزيز عزة باشا. وأخيرا مجلتنا، من 40 سنة والحل من بعضه. باشمهندس، مقالي وما قالوا، ما قالوه اليومين اللي فاتوا انه في قلع على الاهلي، انه الاهلي بينهار، انه وبدا الموقف او المشهد كما لو كانت هناك بالفعل لحظه الانقضاض على الاهلي، شايفها كده؟ الكلمه لحظه الانقضاض بتربط مع اللي انا قلته من شويه، ده وقت الخوف على الاهلي. المشهد من سنتين بس بيتصاعد. يعني في البطولة الفرقية في الفاينل أمام الترجي، احنا وأنا تحديدا ركزت على فكرة الاغتيال المعنوي للنادي الأهلي قبل المباراة، والتعامل بكل الأساليب الغير شريفة قبل وأثناء المباراة، وقبلها بمدة، حتى منذ لحظة انطلاق صفارة الحكم بنهاية مباراة الذهاب اللي كانت على أرضنا إلى مباراة العودة. تصورت ان الموضوع مربوط بالموقف، مربوط باللحظه، مربوط وان احنا هنقدر نشوف الامور ترجع طبيعيه. للاسف الشديد الامور بتتصاعد، والتحالفات عماله تزيد، والانفاق ضدك عمال يزيد، لدرجه الانفاق ضدك. امال ايه؟ لا ده انفاق غير مسبوق في كره، محدش راضي حتى، يعني احنا عمالين الدد اللي سنة يا جماعة، الشفافية المالية، السلامة المالية، ده الاتحاد الدولي بيقول كده. كل واحد يحط ميزانيته ويتعامل معاه، حط 10 مليار في ميزانيتك خلاص. أبقى أنا عارف إنك أنت عندك 10 مليار إنما كده كل الأمور متسابة للحظتها عشان نفاجأ إن إحنا عمالين نتعامل مع ناس بتتفنن إنها تخترق فريقك، لعبتك يعني أنت لما تشوف المشهد بتاع الدور الأولاني يا أستاذ إبراهيم كان بيتقال إيه؟ كان بيتقال النادي الاهلي وفايلر والعظمه والجماعيه والتفاني واوضه اللبس ودور الكبار، دور الكبار مع الصغيرين والحب واللحمه اللي كانت موجوده. لذلك انا اترعبت اول ما
اعلن كابتن شريف مبكرا، وانا قلت انا مع شريف ان اتخذ قرار لكن مش معاه في التوقيت الاعلان يعني انه عمل هذا. اتخضيت، الله الله، ده في حاجه بقى بتحصل. بعد كده طريقه التعامل مع قرارات الاهلي وتعاملها مع التجديدات، التفنن في ايجاد اخطاء للنادي الاهلي، التفنن في ايجاد اخطاء للنادي الاهلي، والنادي الاهلي قدمها في كل مرحله من المراحل كل ما يملك. وخلي بالك في السياسه، في الفن، في كل حاجه، هو فن الممكن، انت تقدر على ايه؟ واللي تقدر عليه الحقيقه كان كتير جدا وكان قوي جدا، لكن ان لما السقف مش مقفول ضدك هتيجي لحظه هتقول مش هقدر، ولو قدرت وانجرفت لهذا الجو يبقى انت بتدمر فريق، بتكسب اشخاص وبتدمر فريق. خلاص الليله استمرت، كل شيء بتعمله يطلعوا النادي الاهلي غلطان، ما يعملش مع حسام عاشور كده، عمل معاه ايه؟ قال لك احنا عارفين، وقلنا في موضوع حسام عاشور اتكلموا معاه وهيكرم عليه على مستوى، لحد ما نوصل للمباراه الماضيه. وعيني عينك يا استاذ ابراهيم، احنا جالنا معلومه ان مرافق الحكم يعني والد المترجم، ودي هتجيلنا بالتفصيل. لما يجي قبلها بيوم يعلن اسم الحكم، ودونا في سكه الروماني عشان يجيبوا ده، زي ما اتعمل قبل ماتش بيراميد بالظبط، ومعتمدين على ان الامر الواقع يفرض نفسه، ما عندكش وقت تعترض. المخيف والمرعب واللي احنا هنناقشه بالتفصيل اللي حصل خلال ال 24 ساعه تحديدا الماضيه. خلال ال 24 ساعه الماضيه حاجات كتيره ظهرت، والحمد لله ان هي ظهرت، لانه بجد كل واحد يبص على المشهد اللي حاصل يتاكد انه النادي الاهلي، لانه منذ نشاته نادي بر بوطنه، نادي مخلص في عطائه، نادي ملتزم بقيمه وسلوكه، نادي بيسعى دايما وابدا لاسعاد جماهيره، كل هذه الثوابت بتكون جدار حمايه تاريخي للنادي الاهلي. انتم متخيلين ان في هذا التوقيت لما يعتقد البعض ان لحظه الانقضاض على الاهلي قد حانت، لحظه تركيع الاهلي قد جاءت، كل هؤلاء بكل هذه التربصات يكشفهم حد بيأدي اداء معين يتطابق مع اداء اخر، فيبدو الامر وكانه سكريبت معتمد متوزع للانقضاض على الاهلي في لحظه الضعف الجماهيري، اللحظه اللي اعتقدوا انه جماهير الاهلي محتقنه، معتقدوا ان جماهير الاهلي زعلانه وحزينه بعد الهزيمه في مباراه هي اول هزيمه في موسم كامل حتى الان، لكن خيل للبعض، خيل للبعض انها لحظه الانقضاض التي حانت. الناس دي ما تعرفش انه النادي الاهلي يستعصي على كل هذا. استاذ ابراهيم، النادي الاهلي بقيمه، بتقاليده، بجدار حمايته، باخلاصه لبلده، بحب جماهيره ليه، يستعصي على كل هذه المحاولات اللي مؤكد النهارده عشان نكون صرحاء وامناء مع حضراتكم. في اعتراف باخطاء، هناك اخطاء. في موقف فني، في موقف فني. في اخطاء تحكيميه جزء من مشهد. لكن في امور تحاك وتدبر ضد الاهلي من قبل هؤلاء لهذا الانقضاض في هذا التوقيت، ده اللي محدش هيسكت عليه. انت قلت ان مش هتقدروا تعملوا حاجه ضد الاهلي. بس دي بشروط. ليها شروط. انا ما يعنيش اطلاقا حجم الاعداء وطريقه. الاول كنا بنقول المنافسين، لا، احنا خرجنا بره المنافسه، هذا ليس تنافسا، ما يحدث على الساحه مش منافسه، ده كلام عيني عينك ولعب على المكشوف وتربص واتحاد ضدك ووقيعه بينك وبين لعيبتك، والاخطر تمزيق لعلاقتك بالجماهير. هنا بقف، هنا بقف بقى يا استاذ ابراهيم. انت بتقول مش هيقدروا، مش هيقدروا في لحظه او بشروط معينه، ان جمهور الاهلي هو المتبقي للنادي الاهلي في المشهد الرياضي، ملناش غيره دلوقتي. جمهور الاهلي يجب ان يفطن تماما لما يحدث، جمهور الاهلي يتمسك بفريقه ويدعمه. السياسه زي الرياضه، اللي بتعانيه مصر النهارده لانها ماشيه صح، ولانها بتنهض، ولانها بتتطور، ولان اقتصادها بيقوى، ولان جيشها بقى واحد من اقوى جيوش العالم، صحيح، لانه واقف يرضع ويدعم،
كم التحالفات اللي ضدك عامل ازاي؟ كم الاموال اللي بتصرف ضدك عامل ازاي؟ صحيح. ايه اللي موقف البلد دي على حيلها؟ هذه اللحمه، جيش قوي، سياسه، كل مؤسسات اراده سياسيه قويه، عندها شجاعه، عندها شجاعه بتقتحم في كل المجالات بجرأة غير مسبوقه، لكن وراها شعب داعم، وراها شعب داعم ما زالوا يلعبوا عليه. لكن مش هنا اقدر اقول لك مش هيقدر، لان الشعب وجيشهم وراء الاراده السياسيه دي في السياسة. والمشهد الرياضي مش بعيد، لأن الحقيقة الأدوات اللي بيتلعب بيها المشهد الرياضي ما هياش شريفة بكل المقاييس. أنت بتحارب حرب مش معقولة، كمية الناس اللي تنقض على الأهلي ده مواقفهم بتتغير خلال 3 أيام. علشان كده مواقفهم النهاردة هتتكشف وبان، لكن مبدئيا نبدأ ب الغربال. لو عاوزه خسران هات له ايفان. انتوا متخيلين النادي الاهلي من 492 يوم ما خسرش مباراه في الدوري، ما خسرش مباراه في الدوري، سنه واربع شهور وكسر كمان ما خسرش مباراه في الدوري. يتفتق ذهن هؤلاء. وبعدين هل من المنطق، هل من العدل، هل من الكياسة، هل من السياسة، هل من أي حاجة في الدنيا إنك تجيب حكم للقمة هو اللي حكم آخر مباراة خسرها الأهلي في الدوري؟ إيفان بيبك الكرواتي هو آخر حكم حكم مباراة خسرها الأهلي بنفس السياسة ونفس الظروف. تخيل إنه آخر مباراة للأهلي وبيراميدز من سنة في أبريل 2019 خسر الاهلي على يد هذا الحكم في الوقت اللي كل خبراء التحكيم طلعوا وقال لك الاهلي اتظلم، حرام كده، حرام كده، ده ظلم، لانه كان ضربه جزاء جهارا نهارا تجاوز عنها هذا الايفان. يتفتق ذهن القائمون على هذا الاختيار انه يروح يجيب نفس الحكم دون اي مبرر يحترمه اي عقل. حكم آخر مرة جه خسر الأهلي وحصل عليه جدل ولغط كبير، تروح تجيبه؟ تجيبه المباراة القمة بين الأهلي والزمالك؟ تجيبه وجاي من الدوري السعودي؟ هتفرج. تجيبه لسه حاكم 4 مباريات على التوالي في الدوري السعودي؟ إيه المنطق؟ إيه المنطق؟ طب ما إحنا خليها كده وفرها وخليها هات حكم مصري. أنا هقول لك على حاجة، ده مش منطقنا على فكرة. إيفان بيبك لما اختاروه لمباراة بيراميدز السنة اللي فاتت كان مجلس إدارة المهندس هاني أبو ريدة. من اللي كانوا بيديروا الاتحاد وكان ليهم تأثير فاعل في الاتحاد؟ صديقك العزيز أحمد مجاهد. أول ما أعلن عن اختيار إيفان بيبك وأحمد مجاهد دلوقتي بره الاتحاد، كتب تويتة كاشفة وكاسفة الحقيقة، لأنه مجاهد وهو واحد من أهلها قال لك: هل اختيار الحكم الكرواتي الذي يقوم بالتحكيم في الدوري السعودي في هذا التوقيت أفضل من الحكم المصري؟ انا بجاوبه لانه ده ادي احنا جبنا لك اجنبي بس هيجي ينفذ، بس ده اجنبي بس هيجي ينفذ اجنده مطلوبه من اي حكم ونفذها بمنتهى الاخلاص والوقاحه. هذا حكم اخطاؤه وقحه. هتقول لي بقى اخطاء الحكم اخطاء وقحه؟ لما شفنا وليد وهو واقع جوه المنطقة بمتر والراجل راكبه بعد ما لعب الكورة قدام والفار بيقول له عشان يرجع يقول لك ما فيهاش حاجة، هو جاي عشان اللقطة دي، خلي بالك هو جاي عشان اللقطة دي عشان يحزمك، عشان طول الماتش صفافي أهو. وبعدين الناس يقول لك أصل من بره من جوه، بره إيه؟ يا فين اللي بره دي؟ بص إحنا عندنا يعني تحليل تحكيمي دقيق ومتعدد، مش هيبقى رأينا، هيبقى رأي كل خبراء التحكيم في مصر وبره مصر وعالميين كمان، عشان تشوفوا ما وصفوا به المهندس عدل القيعي من اخطاء تعدت مرحله ان هي اخطاء واقعه بجد لا تستحق هذا التوصيف. والله العظيم لو ان هناك اليه يا استاذ ابراهيم تروح لها عشان للتحقيق مع هذا الحكم اراهنك ان هذا التحقيق سيسفر عن مفاجاه. لو ان هناك اليه وتروح واخد لهم الماتشين اللي حكمهم للنادي الاهلي بنفس الاخطاء وبنفس الاصرار وبنفس الوضوح وتنتهي بنفس الغرض ويتم مهمته بنجاح. لو في آلية في الاتحاد الدولي أنا بقول لك هتوصلك لمفاجآت جامدة جدا.
أخطاء الحكم هنتعرض لها بالتفصيل. لكن في الغربال في إيه بقى في النشر الصحفي بعد هذه المباراة؟ وإحنا دايماً وأبداً بنبقى معنيين، النشر سلبي أو النشر إيجابي لازماً بنتعرض له، ما بنحطش راسنا في الرمال، بس قدام حاجات تستحق التعليق وتستحق المناقشة هنناقشها، لكن حاجات احتفالية واحتفائية وفيها نوع من التشفي ونوع من المكايدة لا. بص يا استاذ، احنا عارفين ان الموائد والمكائد منصوبه، المكائد والموائد منصوبه. انا بس عايز عشان هيقول لك ايه بيتحجج بالحكم، هتقول لي اصلك انت وحش، هتقول لي اصلك انت النهارده في اخطاء في التشكيل، ملهاش علاقه انك تديني حقي، ما تصادرش على حقي لانك انت مش جايب الحكم يعاقبني على عدم اختيار التشكيل المناسب. صحيح. او الخطه المناسبه. صحيح. انا ده موضوع هنناقشه دلوقتي، واحنا على فكره احنا بنناقش هذه الحلقه نحن بننبه لامور اخطر بكثير وابعد بكثير من هذه المباراه. انا كل اللي قلقني دلوقتي يا استاذ ابراهيم مشهد المباراه الافريقيه، انا خايف جدا عليه. 491 يوم مده فاصله بين ما فعله ايفان بيبك ثم ما فعله ايفان بيبك، وما بينهما كانت انتصارات دائمه للنادي الاهلي. بعد الخساره من الزمالك طلعت الجرايد والمواقع تقول لك الزمالك ابداع والاهلي ضياع. يعلى التون شويه كارترون يؤدب فايلر. اوكي. يطلع احمد حسن عميد لعيب العالم يقول لك حلول فايلر ضعيفه والاهلي افتقد اللاعب الشخصيه. وجهه نظر. يطلع حد تاني الاهلي يغلي ويحقق في النكسه. بصوا التون بيعلى لغايه فين؟ نكسه. الخطيب يطلب تقريرا عن أسباب الخسارة وعقوبات على اللاعبين وكبار الفريق يوبخون المدافعين، وفايلر يهدد أجاييه ومروان محسن بالاستبعاد ومطالب بحسم مصير صالح جمعة. ثم ماذا كنت تنتظر بعد أن قال فايلر للاعب الأهلي سأرحل أنا وأنتم بعد انتهاء مهمتنا بدوري أبطال أفريقيا؟ بذمتكم في مدرب هيقول للعيبة أنا وأنتم ماشيين بعد البطولة الأفريقية؟ طب أنت تمشي، حقك تمشي، عقدك مش عقدك، انت في النهايه مدرب يعني بتمشي. مين اللي بس في مدرب هيقول لي لاعب، هيقول لي فرقه كامله، انا همشي وانتم معايا؟ حول الله يا رب. مساله، بص يا استاذ ابراهيم، الاجواء التي عاشها النادي الاهلي 10 ايام او اسبوعين قبل هذه المباراه هي كانت المقصود منها المباراه دي. مفاجاه، الاهلي يناقش التراجع عن تمديد مروان محسن، خلاص اهدار دم مروان بقى. وكيله بيقول الاهلي لم يفاتح مروان في مسألة عدم تفعيل العقد، ده كلام إنشاء، عايز أقول لهم كده. استمرت برضو حملات النشر، لكن لا تخلو المسألة من وميض أمل وإسهامات متعقلة تحاول ترد اعتبار الأهلي، فيكتب وائل جمعة صخر الدفاع الأهلي لسنوات طويلة مغردا: صباح الخير، دايما الأهلي تحت الضغط، ولو فاكر ان الحياه في الاهلي ورديه وجميله تبقى ما تعرفش يعني ايه الاهلي. سواء مسؤول او لاعب او عامل او مشجع، الاهلي متصدر الدوري بفارق 14 نقطه، وشوف الناس زعلانه ازاي. هدفنا انت خلاص الثلاث نقط بتوع اخر الموسم خلاص راح ولا ايه؟ 17 خلاص. ازاي هدفنا غير هدفكم؟ شوف الناس زعلانه ازاي. هدفنا غير هدفكم خالص، واللي حصل امبارح يفوقنا ويصحينا للي جاي، وكلنا معاك يا اهلي. ده وائل جمعه. متخيلين خالد علي؟ خالد علي ده المنسق لفريق صن داونز الجنوب افريقي، مصري اهلاوي واعتقد كلكم فاكرينه من ايام مباراه صن داونز. يغرد خالد علي قايل زعلانين طبعا، لانك انت اللي عودتنا دايما على الفوز. صح، انت اللي اتولدنا بنعشائك فعلا، وزي ما عهدناك دايما بتفرحنا. كل الدعم لكبير القارة، جمهورك معاك ضروري. أرجو تدارك السلبيات قبل مواجهة الوداد، جمهوره ده حماه على الحلوة والمرة معاه. تخيل ده واحد عايش في جنوب أفريقيا. أيوة، بس راجل أهلاوي عنده الحس، وراجل بيفهم كورة وشايف المشهد من برة، فشايفه على أبعاده يعني. متفق معاه في كل كلمة قالها يعني. انيس بوجلبان التونسي: الزمالك عائد بقوة للحصول على المركز الثاني، هارد لك للأهلي، فايلر مدرب كبير ولكنه أخطأ بعض الشيء،
الإصابات لعنة داخل الأهلي ويرجع أنيس يغرد تاني. اللي بيشتري لعيبة بمبالغ طائلة يبدو أنه يشتري إعلاميين ليهاجموا النادي الأهلي. مدام الجمهور يدعم ويساند لا يهم، لخص الليل دعوهم، أمر غريب، يظهرون أخطاء الأهلي فقط وفي المقابل يخافون الحديث عن فشل الآخرين. كل الدعم للكابتن الخطيب. ده أنيس بوجلبان مش شغال في الأهلي. كابتن أحمد شوبير، إجمالي فايلر مع الأهلي الفوز بالسوبر المحلي والتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال، صدارة الدوري بفارق 17 نقطة عن أقرب منافسيه قبل 13 مباراة من نهاية البطولة، خسارة سوبر محلي بضربات الترجيح، خسارة 7 نقاط في 21 مباراة. سامع حد بيقول لازم يمشي؟ ده أحمد شوبير. واحدة من لقطات المباراة المهمة الحقيقة كانت لقطة مؤثرة شوية، تداعياتها راحت في حتة أخلاقية وإنسانية تعلقت بالكابتن وليد سليمان. وليد طلع في كرة مشتركة هو محمد عبد الشافي، خبراء التحكيم برضو حلقة النهاردة هتسمعوا رأيهم فيها تحديدا إيه، لكن فجأة انفتحت كل أبواب جهنم على وليد سليمان في أخلاقه وإنسانيته، والأمر كان مفجع الحقيقة جدا ومؤثر. كتب وليد في الأول قال لك حسبي الله ونعم الوكيل، راح زار محمد عبد الشافي في المستشفى ورجع كتب تويته علشان الناس اللي بتضغط عليه في إنسانيته. قال وليد: لأن هناك من فقد وافتقد للمعاني الإنسانية والجوانب الأخلاقية ولأغراض مفضوحة. دي الصورة، أدي وليد مع عبد الشافي، وأنا أعتقد ابتسامة عبد الشافي وترحيبه بوليد رد على كل الناس اللي بتتهم وليد أنه يتعمد. وليد بالمناسبة تعور، هو رخر في صدره بكدمة مؤثرة ممكن ما يلعبش منها ماتش الجونة بكرة. وليد بيلعب الكورة، اللي جاء ليشاركه جاء ليشاركه الكورة عبد الشافي. وليد ما راحش لعبد الشافي. يعني وليد ربما يغيب عن مباراة الأربع مع الجونة. أيها يعني شيء من الإنصاف، شيء من العدل، مش كله لازم المتاجرة بكل صغيرة وكبيرة. قال وليد: لأن هناك من فقد وافتقد للمعاني الإنسانية والجوانب الأخلاقية ولأغراض مفضوحة، تعمد البعض تفسير زيارتي لزميلي في الملاعب وصديقي الذي أعتز به كثيرا محمد عبد الشافي نجم دفاع الزمالك في المستشفى على أنه نوع من الاعتذار مني له، بل وذهبوا وفقا لحملات الممنهجة ضدي منذ فترة إلى أن هذا الاعتذار غير مقبول. والحقيقة زي ما بيقول وليد سليمان: أنني لم أذهب لزميلي لتقديم واجب الاعتذار، فأنا لم أخطئ ولم أتعمد إصابته بشهادته هو شخصيا، اسأله عبد الشافي، وإلا ما كان رحب بيه، ولكن كان هدفي من الزيارة من باب إرساء جوانب إنسانية وأخلاقية غائبة عن عقول وقلوب مريضة تغمض أعينها عن المبادرات الإنسانية والأخلاقية من أجل إبقاء نار الفتنة مشتعلة. وإلى من يدعون كذبا أنني لاعب أتعمد إصابة زملائي في الملاعب، أذكركم، ده وليد سليمان، أنني كنت شخصيا ضحية لإصابات خطيرة تعرضت لها في مباريات قمة سابقة، أتذكر منها إصابتي في مباراة القمة في كأس مصر بعد تدخل عنيف من اللاعب شوقي السعيد. وقال لك أنا تعمدت أن أنا أضرب. الذي خرج يعترف بأنه تعمد إزائي، وغبت عن الملاعب وقتها أكثر من شهر ونصف الشهر، وكذلك إصابتي بكسر مضاعف في الضلوع خلال مباراة القمة على كأس السوبر بالإمارات 2016 بعد تدخل عنيف من لاعب الزمالك السابق كوفي، وغبت عن الملاعب قرابة 3 أشهر، وفي الحالتين لم أطالب ولم يطالب النادي الأهلي أحدا بالاعتذار، ولم يخرج إعلام النادي يشن حملات ضد لاعب الزمالك. الحملات الشخصية ضدي، ده وليد سليمان، وصلت إلى مرحلة غريبة بل ومضحكة أيضا، بلغت إلى حد اتهامي باللجوء للسحر عن طريق الخاتم الذي أرتديه، وهو ما تأكد للجميع عندما طلب البعض من حكم مباراة القمة الأخيرة أن أخلع الخاتم، واندهش الحكم لأني لم أكن أرتدي في الأصل خاتم من الأساس. هي كانت مسألة لتشتيت وليد سليمان. اللعب على كل المحاور، هذا أمر غير شريف، إنك مشغول يعني تخيل إن إحنا في النادي الأهلي نبقى مشغولين بالمنافس
بالطريقه دي على طول وبنتكلم على لعيبته، هو هيرد يقول ايه؟ بيختم وليد سليمان التويته المؤثره ديت وبيقول: وفي النهايه اؤكد لكم ان اللعب برجوله وجديه لا يعني ابدا تعمد ايذاء لاعبي الفرق المنافسه، اعرفوا الفارق اولا قبل ان تتحدثوا وتتهموا، وربنا يهديكم. ربنا يهديكم. وبعد الفاصل ناس في توقيت مهم جدا بتتمسك من عظمة لسانها. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا مقالي ومقاله وشفنا الغربال، شفنا ازاي كل اللي حصل الفتره اللي فاتت وتداعيات هذه المباراه، لكن في كلام كتير جدا لازم نقف عنده وعند كل واحد قال كلمه. بعظمه لسانه كل شيء انكشف وبان امبارح. أنا بقول لكم للأهل كده رب يحميه، فجأة تظهر حاجة معينة، الناس كلها بتتكلم في أخطاء فنية، ناس بتتكلم إنه في عدم توفيق لريني فايلر المدير الفني، ناس بتتكلم على إنه سيستم اللعب اتغير، ناس بتتكلم على عدم إدارة فايلر للمباراة بالشكل الكافي، في المقابل توفيق الزمالك، ارتكاب لاعبيه أخطاء أقل، تركيزهم بشكل احسن، وربما خبره كارتيرون. كل دي تفاصيل فنيه مقبوله وفيها كتير منه صحيح، لكن فجاه تحدث البومبا بسك عليه، هي دي اللحظه. يبدو الامر امبارح مساء كما لو كان في سكريبت موحد معتمد ومملى، يتقال ايه على الخطيب، يتقال ايه على النادي الاهلي، نفتح له كل السكك، يعني لم تكن نبدا مساله مباراه بقى خالص، يعني خرجت في اللي اتقال على المباراه كل واحد له رايه. اي واحد اهلاوي ما شافش المباراه، ما تابعش الاحداث، ما يعرفش حاجه عنها، غايب عن المشهد شويه، امبارح وهو بيتفرج على الاثنين ابراهيم فايق وسيف زاهر لازم يعتقد ان الاهلي يجلس على الاطلال، الاهلي اتدمر، الاهلي اتحطم، ما فيش حاجه اسمها اهلي بجد. عشان كده هذا التغير المفاجئ والسريع والرهيب والمريب والعجيب والغريب والمفهوم كانت أسبابه واضحة ومعروفة. زمان كنا بندرس في كلية الإعلام يا باشمهندس يقولك افترض جهل القارئ، افترض ضعف معلومة المشاهد، عشان كده بسط له المسألة واديها له. في ظل الإعلام الحديث دلوقتي لازم تتغير النظرية ديت، ودايما وابدا على كل من يتصدى باي رساله اعلاميه لازم يتاكد من يقظه المتلقي ومن فهم الناس كويس قوي ومن قدره الناس على التفحيص والتمحيص والتدقيق ومعرفه شكل الوشوش رايحه فين وربط الكلام مع ما قبل وقياس درجات تحول الراي واللي بيحصل بيحصل ليه وفين وبامره ايه. ومش انت اللي قلت قبل كده كل ده للاسف بأهداف المخزون الإعلامي عند الجمهور. عشان كده كل واحد بيقول كلمة لازم أن ياخد باله كويس، الناس ما عادتش زي الأول، كل شيء انكشف وبان. طلع كابتن الزميل إبراهيم فايق اتكلم الأول عن أسباب خسارة الأهلي للقاء القمة، ما دام هي المناسبة خسارة الأهلي للقمة الراجل من حقه يقول رأيه واحنا من حقنا نسمعه. ماذا عن النادي الاهلي؟ ايه اسباب خساره النادي الاهلي؟ خليني اكلمكم بامانه شديده، هو المشكله بصراحه انه الراجل فايلر اخترع فراح لعب بثلاثه في نص الملعب. ويا عيني حمل المباراه كلها على محمد هاني، حملها كلها على محمد هاني. هتسال الناس عدلت فرقه النادي الاهلي ايه؟ هيقول لك محمد الشناوي في حراسه المرمى، هتلعب بالاثنين اللي في القلب كده كده، كان ياسر ابراهيم وايمن اشرف، وهتحط ناحيه اليمين احمد فتحي، ده الف ب. هو انت محافظ على احمد فتحي ليه اصلا؟ طب ما احمد فتحي مضى البيراميدز ومصر كلها عارفه ان هو مضى البيراميدز، انت سايبه للماتشات الثقيله، امال انت سايبه ليه؟ امال انت مقعده في الفرقه ليه؟
عشان الماتش ده، عشان الماتشات اللي شبه كده، احمد فتحي ناحيه اليمين، علي معلول ناحيه الشمال، اتنين في نص الملعب السوليه وديانج، ثلاثه تحت راس الحربه اللي هو اليو بادجي اللي كان خاتم الماتش اللي قبليه مسجل لك جول، فالدنيا تمام بالنسبه له. هتحط قفشه وهتحط باقي الفريق زي ما انت ما كنت حاطه. البدايه بتاعت المباراه الطبيعيه، هو الراجل ما عملش كده، هو الراجل قال لك لا يا جماعه ودنك منين من الناحيه الثانيه، فراح حط ثلاثه في نص الملعب. يعني لو انت شايف من وجهه نظر الفنيه ان محمد هاني غلطان في الماتش، ما عندك مشكله، عندك مشكله، لان هو الراجل كان مدي تعليمات لديانج، يا ديانج انزل لما محمد هاني يطلع لقدام علشان تعرف تغطيه، ما عرفش يعملها. فضل الشوط الاولاني كله اجهد نفسه ضيع، ده انا بتكلم على فايلر، اجهد نفسه ضيع مجهود الفرقه، وفي الاخر بعد الشوط ما اول ما خلص لما اكتشف انه ديانج عك العكايه ديت، ما انت عايز تشوف طول اللي اصل هم قالوا لك في الاعلام ديانج دبابه، فانت مش عايز تصدق انه ديانج كان وحش، اليو ديانج ما كانش كويس، انت مش عايز تصدق ده. لكن ايه الاسهل لك؟ محمد هاني اسهل، اسهل اه، النغمه ماشي اسهل اه، محمد هاني محمد هاني اه، يبقى هو محمد هاني، هو مش محمد هاني، اديله مهام محدده. لكن يا عيني حمل 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 على محمد هاني مصر كلها النهارده، وبعض من جماهير النادي الاهلي قال لك لا 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 هو اصلا محمد هاني، فكر شويه يا عم، والله ما محمد هاني، الراجل مغامرته ما كانتش صح، الراجل تفكيره ما كانش صح، وديانج ما كانش صح، بدليل بين الشوطين راح مغير ديانج وراح عادل الملعب، يرجع عم هاني في ناحيه الباك وحط يا سيدي جيرالدو وحط وليد سليمان وخلص القصه على كده، اتعادل الملعب، اتعادل الملعب. لما جه الملعب يتعدل والاهلي سجل هدف التعادل وبقت النتيجه 1-1، هنا بكلمك بقى ان الكوره فيها حاجات كمان، الكوره فيها حاجات كمان ليها علاقه بالتوفيق. الزمالك بيجي له جول من اجمل واحلى الاهداف اللي انا بشوفها في الدوري، اللي هو جول مصطفى محمد اللي جه في وقت الاهلي هو اللي كان فيه مسيطر، في توفيق اه، الكره فيها كده، فالتوفيق كان مع الزمالك في اللقطه ديت، لقطه السويتش اللي حصل. بس انت لما تيجي تفكر هتفكر في انه انت ضيعت شوط كامل. الكلام اللي هيزعل الناس بقى ده كلام في الفنيات وكلام طبيعي يعني من الاخر يعني. طيب لحد دلوقتي هو بيتكلم في الفنيات، لحد دلوقتي هتفق مع جزء كبير من اللي قاله خلاص، لكن انا مندهش جدا جدا ان احنا خسرنا 3-1 ها، وتعادلنا 1-1 في اول الشوط الثاني اللي المفروض ان الراجل ملوش اخطاء فيه زي ما هو قال عدل المايله. فين بقى الغضب ها؟ لحد هو مضطر نفسه يقول لك الكره فيها حاجات تستعصى عن التفكير. اذا اه في بدايه بيجرب فيها هو، وهو على فكره فايلر بيحب يعمل كده، ان لو في فكره يجربها عشان يلحق يعدلها. لكن في كل الاحوال خلاص انت اتعادلت. اللي حصل من بعد التعادل استاذ ابراهيم ده حكم بيور، ده توفيق وعدم توفيق يعني نقي بنسبه 99%، لان الجون اللي جابه مصطفى محمد جون بديع جدا، الكوره كده هو بيجري عملها على صدره اتصلحت بحيث انه يلف برجله الشمال بدون يعني تصريحه، خطا شديد من ياسر ابراهيم، مش خطا لا، حتى يعني هي المساله خطا ياسر ان هو لما راح لورا ما تخيلش اللعبه، كان يجب انه يضغط البلوك على طول اه يضغط آه. لكن في كل الاحوال ايه علاقه ده بان احنا نقعد نتكلم على فرقه منهاره وفرقه زي ما هنشوف بعد كده؟ يعني استاذ ابراهيم فايق لحد النقطه دي ناخده وندي معاك، كلام فني في توفيق، فايلر اخترع، فايلر عمل مغامرة، كل ده كلام فني. ايه علاقته بالجزء المشترك؟ ايه علاقته بالسكريبت المشترك اللي هيقوله الاستاذ ابراهيم فايق بمناسبة الهزيمة؟ ايوه يعني هو مش نقلا او بالاشتراك مع الكابتن سيف زياد، يعني لدرجة لو قلبت كده ممكن تجي لك مخولة، انت ما بتعرفش انت بتتفرج على مين. استاذ ابراهيم ان الكلام بمناسبة الهزيمة مش عن المباراة. نسمع كمان الزميل ابراهيم فايق. لو انت مش شايف انه في مشكله ليها علاقه بالاداره في النادي الاهلي، انا اسف انا بقول لك في مشكله. المشكله بقى اعمق شويه من فكره الكوره. فين شخصيه النادي الاهلي؟ فين اللعيبه بتاعت النادي الاهلي؟ فين ولاد النادي الاهلي؟ فين اللعيبه اللي بتنزل تغل من الدقيقه الاولى؟ فين شخصيه النادي الاهلي اللي مع اول ربع ساعه بتسجل اجوان؟ فين ولاد النادي الاهلي؟ فين اللعيبه اللي عندها حرقه؟ فين اللعيبه اللي زي عماد متعب؟ فين اللعيبه اللي زي بركات؟ فين اللعيبه اللي زي ابو تريكه؟ محدش يزعل مني، فين الانتقاء؟ فين المجموعه؟ في ناس لا تصلح ان هي تلعب في النادي الاهلي، متسابه ليه؟ في قرارات مش صح اتخذت كتير، القرارات الصح، القرارات الغلط
اللي اتاخدت كتير وما كانتش صح وما كانتش على قدر النادي الاهلي ما بيتمش تصحيحها وتصويبها ليه؟ بدون الدخول في التفاصيل. لا يا جماعه، في مشكله ليها علاقه بالتعاقدات، مش بتكلم على عشان ما حدش يجتزئ الكلام، في اللعيبه بتاعت النادي الاهلي. ازاي انا ما عرفتش احافظ على احمد فتحي؟ ازاي انا ما عرفتش احافظ على اللعيبه اللي موجوده؟ على حسام عاشور؟ مين في الدنيا يقول انه لعيب زي حسين الشحات دافع فيه الفلوس دي كلها يروح يعمل عمليه الفتاء وانا داخل على ماتشات؟ مين يقول؟ الاهلي عنده مشاكل وادارته قادره بيها، واحنا شايفين من واقع الرؤيه العامه شخصيه النادي الاهلي ما بقتش موجوده، الفرقه بقت فاضيه. خبرات النادي الاهلي ما بقتش موجوده. الخبرات اللي انت بتبذل فيها سنين كتير مجهود عشان تبقى موجوده واقفه على رجليها واقفه على حيلها. بقول كلمة الحق اللي شايفها، الأهلي عنده مشاكل والفرقة فضيت، خبرات الأهلي مش موجودة، العناصر اللي بتكسب النادي الأهلي مش موجودة، العناصر اللي بتحمل ما بينها نحرارة النادي الأهلي مش موجودة. فين اللعيبة اللي بتطلع من قطاع الناشئين تملى تفرش النادي الأهلي؟ آخر لعيب طلع كان إمتى؟ أقول لك الكلام اللي كل الناس هتقعد في الأعداد الخاصة وكل الإعلاميين يقول لك يا سيدي بس ما يقولوش على الهوا. لا أنا هقوله على الهوا. لو انت مش شايف يبقى عندك مشكلة، والكلام واضح جدا انه موجه لشخص بعينه. وخلينا نبقى صراحة جدا، الكلام حسب ما طلب ان يقال هو موجه للكابتن محمود الخطيب المستهدف الاكبر في هذا الموضوع، عشان تبقى الامور على الوش وعلى المكشوف. كل هذه الحملات الممنهجة الواضحة الصريحة ضد مجلس ادارة النادي الاهلي وعلى رأسه الكابتن محمود الخطيب. لو كل كلمة اللي اتقالت من الزميل إبراهيم فايق وقفنا عندها الناس هتتحرج، لأنه أحمد فتحي الأهلي قدم له أفضل عرض لدرجة أن نادر شوقي وكيله قال لك الأهلي وافق لأحمد فتحي على اللي هو عايزه، لكن رغب في الخروج. الأهلي احترمه ولا زال موجود محترم ومقدر وكابتن الفريق، لكن رغب في الخروج، ولجنة التخطيط عملت له بعد الاجتماع مرة واثنين وثلاثة وده رأيه يحترم. حسام عاشور نفس الموقف، رؤية فنية الراجل مش عايزه، الأهلي قدم له كل فرص التكريم الاستثنائية وحدث ما حدث، والحال واحد والمنطقة واحدة. لكن لما يكون استغلال الظرف انه الدنيا منهارة وانه مفيش لعيبة، ده ينسف الكلام اللي لسه قايله الزميل إبراهيم فايق انه المباراة بكل ما فيها مسألة فنية والكرة فيها كده وفايلر اخترع وأخطاء لعيبة وطريقة لعب. هو اللي لسه قايل، زي ما هو اللي لسه هتسمعوه اذا كان المقصود هنا بالكابتن محمود الخطيب راي الزميل ابراهيم فايق في الكابتن محمود الخطيب نفسه. بس قبل كده بكام يوم نشوف سريعا كده، عايز اقف مع الجزئيه المتعلقه بدور الكابتن الخطيب في الفتره اللي فاتت. ما هوش دور سهل ابدا، هذا الرجل يمر بوعكه صحيه ودائما وابدا لا يالو جهدا انه يكون موجود مع النادي الاهلي. شفنا ده في السودان وهو كان مريض جدا وسافر، وشفنا ده مؤخرا في السفريه الاخيره بتاعه جنوب افريقيا. على جماهير الاهلي الحقيقه ان هي تفخر ان عندها رئيس نادي بحجم الكابتن محمود الخطيب، حاجه في قمه الادب وفي قمه الاخلاق وفي قمه الهدوء، ودائما وابدا يعمل في هدوء وفي صمت. يعني الحقيقه استاذ ابراهيم فايق بيرد على الاستاذ ابراهيم فايق وهو فايق، لان الكلام اللي قاله من ثلاث ايام او خمس ايام او سبع اسبوع عن الكابتن الخطيب ان ما فيش احسن من كده، وعلى الجماهير ان تفخر ان عندها الراجل ده اللي هو اللي ما بيشوفش من الغربال ان عنده مشاكل، وفين شخصيه الاهلي، فين شخصيه الاهلي. وبالمناسبه شخصيه الاهلي، لسه عندك حاجه هتجيبها في الجزئيه دي ولا؟ اتفضل. عايز اعلق بس في الحته دي، يا ريت الاستاذ ابراهيم فايق نفسه يقول لنا فين شخصيه الاهلي قبل كورونا. كانوا بيقولوا ايه هم كانوا بيقولوا ايه؟ فرقه استردت شخصيه الاهلي، فايلر بيحسن استخدام اوراقه وبيعمل روتيشن وتدوير هايل جدا، دور اللعيبه الكبار واوضه اللبس. اول سنه نسمع كلمة أوضة اللبس، أوضة اللبس بمناسبة اللحمة اللي كانت موجودة في الفريق. لكن لما أنتوا
وعشان كده بقول لك يا جماهير الاهلي خلي بالكم ايه اللي حصل من ساعتها. الانقضاض على هذه اللحمه، الانقضاض على زي ما بيقول عناصر الخبره، اغراءات ما يقدرش الانسان الا اذا كان يعني فيما نظر انه يقاوم الاغراءات اللي حصلت. لكن يا ريتها كده وبس، انك حتى مش سايب النادي الاهلي يحاول يبني، مش سايب انه يسيطر. ده انت رايح تقول له المدرب بفرقته هيمشوا، واللي لسه مجدد له النادي الاهلي بناء على طلب مصر كلها، وبعدين كل حاجه طالع لك في الموضه اتاخرتوا في انت عارف كل المشاكل دي اتفتحت بعد ما اتكلمنا في التجديد. اتاخرنا في التجديد ايه؟ طيب ده الزميل ابراهيم فايق، ونتمنى ان الامور تبقى واضحه وكل شيء ظهر عند الجمهور، ونتمنى ان احنا نمسك اللسان لغايه كده دلوقت، لغايه كده دلوقت، لانه النص المعتمد والاسكريبت الموحد والمهام المكلف بيها ابراهيم فايق كلف بيها سيف زاهر. عشان كده شابوه سيف زاهر، شابوه سيف زاهر، استحق هذا الشابوه. وبدا يردد او يلقي نفس الخطبه اللي القاها ابراهيم فايق، نسمعها. مشكلة الأهلي إن مفيش حد تكلمه في العلاج. مفيش حد تكلمه في العلاج، يعني مفيش حد تقول له الأهلي فيه مشكلة كذا كذا، هتنتقد؟ هتنتقد إدارة الأهلي؟ أنت بره الكيان؟ أنت بتتكلم في إيه؟ يا جماعة، يا جماعة، الخسارة عيوب. الخسارة ليست شريف إكرامي عشان يشيل ليلة، ولا رمضان صبحي عشان يشيل ليله، ولا احمد فتحي عشان يشيل ليله. قطاع الناشئين المفروض كان يبقى ليه بلان من 3 سنين، فده دليل على ان القطاع كان ماشي غلط بشكل كبير، وبجيب له واحد اجنبي وبجيب خالد بيبو. المشكله ان الكابتن محمود الخطيب لازم يسمع الناس، لازم يسمع الناس ويعرف ان الامور الاداريه فيها اخطاء، ولازم يسمع ان احنا لما قلنا ان النادي الاهلي عنده مشكله في الصفقات وعنده ديلي في الصفقات كان هو ده الصح، مش محتاجة انتقاد. مين كان يجرؤ ياخد من النادي الأهلي لعيب حتى لا توفرت السيولة؟ عشان كده جمهور النادي الأهلي النهاردة زعلان، مش حاسس ان النادي الأهلي بيخش على الصفقات بيكسبها، مش حاسس النهاردة ان الفريق فيه ورق بديلة، حاسس ان فيه مشكلة في أوضة خلع الملابس، حاسس الناس اللي بتشيل الفواتير مش ده الموضوع. الموضوع مش في عبدالله السعيد ولا في شريف إكرامي ولا في رمضان ولا في فتحي، دايما نقول ولا في حسام عاشور، الموضوع نقول الاهلي ما بيقفش عند حد. النهارده لا، الاهلي بيقف. امبارح النادي الاهلي في احتياج شديد لكابتن فريق، كابتن فريق حتى لو قاعد على دكه البدلاء، ده امبارح مش موجود. شخصيه النادي الاهلي امبارح مش موجوده في الملعب، مش موجوده. ده موضوع ملوش علاقه على فكره بالكوره ولا فايلر، ملوش علاقه. ده ليه علاقه ان في مشكله في المكتب. الاهلي مش هيقف على حد، لا، الاهلي لازم يقف. انا بقول لك الاهلي لازم يقف ويأكد على انه ارادة الاهلي مش هتشترى بصفقة. ولو المسألة مغازلة الجماهير بصفقات ومن يتحمل الصفقات تبقوا واهمين جدا. الاهلي لا يشترى ابدا بصفقة علشان يتم الضغط عليه بكل هذه الطريقة على الاطلاق. النادي الاهلي ميزانيته هي الاعلى وكل الناس عارفاها، وميزانيه معلنه، بينما الاخرون ما حدش بيسالهم عن ميزانياتهم ولا عن تفاصيلها. ميزانيه الاهلي مطلوب معروضه دايما وابدا على الجمعيه العموميه وعلى كل الجهات الرقابيه. لكن يبقى المساله الاهلي نعدد له المشاكل واللعيبه وصفقات الاهلي دايما وابدا متاخره، وفين حسام عاشور دلوقتي؟ فين حسام عاشور يا كابتن سيف؟ طب هفكرك انت في خضم ازمه حسام عاشور، انت كان رايك ايه؟ لا يخص حسام عاشور او اي لاعب بيجدد في النادي الاهلي. قرنا مرارا وتكرارا، كل واحد في النهايه ليه وجهه نظر، وكل واحد ليه قناعات. النادي الاهلي قعد مع حسام عاشور وعرض عليه، وحسام دلوقتي بيفكر. لا هي مشكله الكابتن الخطيب ولا مجلس اداره الاهلي ولا حسام عاشور ولا سيد عبد الحفيظ ولا حد، محدش بيزايد على حد. الراجل المدير الفني هو رئيس جمهوريه الملعب، دي وجهه نظر، خلاص تحترم. على حسام عاشور انه ياخد القرار، هقبل كده ولا هلعب سنه او اتنين بره. الكابتن الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي عملوا اللي عليهم،
الامور سهله، قلتها مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته. سبحان الله، انا بقيت متمخول. كابتن خطيب عمل اللي عليه، حسام عاشور يحترم القرار وخلاص. لكن حتى الكابتن سيف وهو بيقول شخصيه الاهلي ومش شخصيه الاهلي ومفيش كباتن ومفيش كباتن، يبتدي يقول لك ماشي مساله كابتن شريف اكرامي ولا كابتن احمد فتحي ولا ماشي يعني عبد الله السعيد. الله، هو انت عايز تقول ايه؟ عايز تقول ان في الاهلي فقد شخصيته لخروج هؤلاء من النادي الاهلي، وان الاهلي لم ينجح في الحفاظ عليهم، مش كده؟ ايوه. لكن هو بالنسبه له لا، مفيش مشكله. وبعدين لما تشوف كلامه قبل وبعد نفس زي ابراهيم فايق. قبل كان له توجه وقناعه، ها؟ وبعد كان له قناعه ثانيه بطريقه مختلفه جدا. انت عارف لما انا لما في لقطه والشيخ طه بيحلل وهو قاعد بقى معرفش ايه اللي طلع في دماغه كابتن سيف، انه يقول للشيخ طه انت متضايق قوي وزعلان قوي، انا عمري ما شفتك زعلان كده. انا حسيت ان الشيخ طه اتضايق، قال له انا مش زعلان لكن انا بحلل. يعني انا حسيت ان الشيخ طه هيقول له وانت فرحان قوي كده ليه؟ يعني انت يعني بيقول له انت زعلان قوي كده ليه؟ لسان حال الشيخ طه عايز يقول له وانت فرحان قوي كده ليه؟ انا مش زعلان. يعني مش فاهم خان التحليل في سكك تكاد تكون مواضيع يعني عايز يوجهها لحاجه في دماغه وما افصحش عنها الا تاني يوم، اللي هو بقى لما سمعنا الكلام ده. يعني هو عايز يقول ان النادي الاهلي بهذه الهزيمه مش هتقوم له قومه، او انتظروا المزيد. الكوره انتظروا المزيد، وقبل الهزيمه دي انت داخل المباراه عندك احتمالات، يا تكسب يا تتعادل يا تخسر. ظروفك كانت احسن. اما تيجي ميعاد الماتش هقول لك وجهه نظري الخطا الاكبر فين في هذه المباراه. لكن انا مستغرب الاتيتيود او التوجه. الكلام بقى شخصي، الكلام بقى عايز ياخد الماتش ده ويوديه في حته تانية. ايوه، له اول ماتش بين الاهلي وزمالك فرقه من الاثنين تخسر، ومش ممكن ماتش له ماتش بطوله ولا بيحدد ترتيب الجدول بالنسبه للاهلي، هو ممكن يحدده بالنسبه للزمالك. لكن يعني اهميته كحاجه ماديه في جدول البطوله مش عاليه قوي، ورغم كده خد اهميه عاليه قوي قوي مطلوب منه. يعني وكانه يقول ايه النادي الاهلي كده ستوب، هي مباراه كل الناس تمشي ونشوف حاجه تانية. طيب كابتن سيف زاهر، في انتخابات الاهلي الماضيه كان واحد من مناصر المهندس محمود طاهر، وده حقه، كانت كل المواقف الانتخابيه معلنه، ما حدش يقدر يحجر على حد في ده، بس عشان نبقى عارفين كل واحد واقف فين، ده حق طبيعي طبعا، وزميله في نادي هليوبلس وصديقه، حق طبيعي جدا. لكنه هو سيف في نادي الصيد مش نادي هليوبلس. لكن هي كمان النقطه المهمه، الحديث دايما وابدا على فكره الصفقات، وانه الكابتن محمد فضل كل الصفقات عملها، واحنا عندنا كل التقدير لمحمد فضل ولحسام غالي وكل الناس من ولاد الاهلي اللي اشتغلوا، مش هنفرق بينهم وبين امير توفيق او اي حد شغال، بس عشان ما نقصرش المسائل على حد، هي واضح ان المساله باكج واحد. في نهايه الكلام كانت في كلمه، الاهلي كان دايما ابدا بيخلص الدوري من المكتب. ده تعبير جديد نسمعه للكابتن سيف عشان نشوف فيما يبدو انه دلوقتي تصدير فكره ان الدوري هيضيع وهيضيع من المكتب. نشوف سيف زاهر. مواضيع كتيرة جدا جدا داخل النادي الأهلي. هنقف النهاردة للإصلاح، وهنقارن ما بين الأهلي والزمالك، وهنقارن ما بين الأهلي والزمالك إداريا. مش هنيجي النهاردة عشان نطلع حد بريء أو نطلع حد يا جماعة الهجوم. أكيد على فكرة هجوم مروان محسن أو هجوم الناس عليه هو حاجة إحنا ما بنفضلهاش، أو طريقة أو أسلوب إحنا ما بنفضلش إن الهجوم يبقى بالشكل ده، ولكن من حق الجمهور يزعل ومن حق الجمهور ينتقد. هقول لكم ليه ينتقد، وهقول لكم يزعل ليه، وهقول لكم اللعيبه دي اثرت في ايه، وهقول لكم المشكله فين. اوعى الناس تفتكر ان المشكله مع 2-3 لعيبه، وده لعب هنا وفايلر، كل دي معطيات في الاخر بتدي نتيجه. دايما الحاجات دي اي كواليس ليها معطيات، الثبات ليه معطيات، الاهتمام ليه معطيات، غرفه خلع الملابس ليها معطيات،
العدالة ليها معطيات، الإدارة الجيدة ليها معطيات. كل الأسباب دي في الآخر بنشوفها في الملعب. واحد يقول لي يعني إيه حضرتك أنت بتقول إيه؟ طول عمر الدوري، طول عمر الأهلي، طول عمر الأهلي بياخد الدوري من المكتب مش من الملعب. الجملة دي كبيرة قوي افتكروها. الجملة دي جملة خاصة بيا. الأهلي طول عمره بياخد الدوري من المكتب مش من الملعب. من عهد الكابتن صالح سليم، عهد الكابتن حسن حمدي، عهد المهندس محمود طاهر، عهد الكابتن محمود الخطيب، طول عمر نجاحات الأهلي وتنفيذ مبادئه بتبتدي من المكتب وليس من الملعب. الملعب ما إلا هي لعيبة بتلعب. اللي بيفرق دايما الأهلي عن أي نادي تاني هو المكتب. الفجوة إزاي النهاردة قلت، وإزاي الزمالك النهاردة بيتفوق في جزء كبير ومجالات كبيرة هنتكلم فيها النهاردة بالتفصيل، وهنقول الزمالك تفوق في إيه، والزمالك قدر ينجح إزاي. الزمالك ما نجحش في ماتش ولا نجح في بطولة. الزمالك نجح إن هو يقلل الفارق، الفجوة أو الجاب الكبير اللي كان موجود بينه وبين الأهلي لعوامل كتيرة جدا جدا جدا. أيوة كده، أيوة كده. افتح لي شباك المكتب اللي انت تقصده وقول ان انت قاصد اللي في المكتب. المقصود الكابتن محمود الخطيب. الأهلي كان بيحسم الدوري من أيام الكابتن صالح والكابتن حسن والمهندس محمود وكل رؤساء النادي اللي قبل كده من المكتب، بمعناها حسن الإدارة. طب هل في عهد محمود الخطيب اللي جالس في هذا المكتب دلوقتي السنة اللي فاتت ما خدش الدوري بعد ما كان متأخر 18 نقطة؟ كنتوا بتقولوا الأهلي في المنطقة الدافية ومش هيهبط. الأهلي خد الدوري السنة اللي فاتت رغم أنف الكثيرين. ده كان مين اللي قاعد في المكتب؟ وبعدين هو لازال الكابتن محمود الخطيب قاعد في المكتب والموسم شغال. كابتن سيف زاهر اللي بيصدر الانطباع دلوقتي على إنه المكتب هيضيع الدوري، هل الدوري هيضيع ولا هو شخصيا رأيه إيه؟ نادي الأهلي نقطة النهاردة مهمة جدا. الفروقات كبيرة جدا بين النادي الأهلي وأكبر منافسينه. المشوار يعني مش هقدر أقول لسه بعيد، لا، النادي الأهلي يقدر يخلص الدوري بدري، وبنسبة 90% الدوري هذا العام للنادي الأهلي. في عالم كرة القدم الأرقام ما بتقولش كده، لسه الأرقام. أنا بقول لكم في عالم الفنيات، وده النادي الأهلي والفروقات كبيرة جدا، 20 نقطة لأقرب منافسيه، فالمشوار بعيد. ولكن حال دايما الكبار ان ممكن تبقى في مباراه كده ثم تعود وترجع الموضوع يمشي تاني بشكل كبير. ما زلت بسال نفس السؤال، يا ترى كابتن سيف انت عايز ايه؟ ايه اللي ملخبطك؟ ايه اللي مخلي قناعاتك مره كده ومره كده في ايام قليله؟ كابتن سيف الدوري بيحسم المكتب، تعبير جديد وعجبني وحقيقي، لكن هو الدوري راح من النادي الاهلي؟ يعني كابتن خطيب جه خد 2 دوري وهو متصدر التالت. وهو نفسه بيقول الفارق صعب تعويضه الا اذا بقى هو عنده مشهد بيقول له لا ما تستعجلش. الفارق هنضيعه. هم مين؟ انا ما اعرفش. هو اللي بيوحي بهذا. يعني كلامه يوحي بهذا. لا، انت دي مباراه خسرها الاهلي، انت عندك ارقامها؟ هجيبها لك في وقتها. لا والله هو ده وقتها. انا كان نفسي لان الغريبه جدا ونحن ساخطون على هذه الهزيمه تماما ومتضايقين جدا ويعني محبطين جدا، لكن ارقام المباراه بتقول ايه؟ بكل اخطاء تم تناولها للجهاز الفني وبكل تحامل التحكيم عن النادي الأهلي وضياع حقوقه وبكل عدم التوفيق في بداية وأثناء لحتى اللحظة الأخيرة كان كابتن وليد سليمان ممكن يجيب جون، وبكل التوفيق الذي صادف الزمالك 4 أو 5 هجمات يا أستاذ إبراهيم أسفرت عن 3 أهداف، بكل الخلل اللي كان موجود في النادي الأهلي هنشوف الأرقام في حينها بتقول ايه؟ عشان تشوفوا حجم ورغم كده يعني. ورغم كده هقول لكم احد الاسباب التي ادت الى ان المباراه تتخطف من النادي الاهلي. طيب ابراهيم فايق بعد ما قال كل ما قالوا عن الاهلي وتحديدا عن الكابتن محمود الخطيب، فكرناكم وفكرناه من كام يوم كان الاهلي
أو هو رأيه أن جمهور الأهلي عليها أن يفخر أن رئيسه محمود الخطيب. هل الكابتن سيف زاهر بعد كل اللي قاله وعلى المكتب ومن في المكتب ومن بره المكتب رأيه عن إدارة الأهلي وإدارة الكورة، هل بالفعل الإدارة مقصرة والخطيب مقصر ولجنة التخطيط مش شايفة شغلها والقطاع منهار وكل الكلام اللي انتوا سمعتوه من الكابتن سيف زاهر، هل هو من يومين اتنين فقط كان هو ده رأي سيف زاهر نفسه ولا لا؟ النهاردة الحقيقة فرحت جدا 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 وبحيي الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته وبحيي لجنة التخطيط على هذه القرارات. الحقيقة اللي تقول إن إحنا بفضل الله بفضل الله انفردنا ونورنا لنادي الأهلي بنود النادي الأهلي أخذ قرارات بيها. أنا ما قلتش حاجة غير كده، أنا ما قلتش حاجة غير كده، فبوجه لهم كل الشكر وكل التحية وبوجه لهم كل الشكر للاحترام والاحترافية والشجاعة والشجاعة في تصحيح المسار. أهو أنا ما قلتش حاجة. توصيات لجنة التخطيط تمديد عقود اللاعبين، يعني أي لاعب يتمد عقده 5 سنين، اللي هيخلص بعد سنة بعد اتنين هبتدي أجدد له وهبتدي مش هخش في آخر اللحظات، وده كان خطأ شديد جدا للنادي الأهلي. أدي رقم واحد. زي ما حصل مع الشناوي والسولية ومجموعة كبيرة جدا. خش على التانية. التوقف على سياسة الاستعارة، يعني لما أجي أعمل أعير لاعب أو استعار لاعب أكتب في بنده أولوية أولى للشراء. وده المشكلة اللي حصلت مع رمضان. أنا بصلح، أنا إدارة محترفة ومحترمة. أنا عايز أقول لكم أنا لما شفت القرارات قمت وقفت ضربت تعظيم سلام، لأنها ناس فعلا محترمة إنها تطلع القرارات ده في التوقيت ده. يعني بيقول إن أنا بصلح المسار، وده اللي أنا قلته. تغيير استراتيجية الصفقات الجديدة. يعني إيه؟ يعني وضع مقابل مادي يسمح إن أنا أنتش الصفقة. أمور سهلة واضحة أهو، أنا ما قلتش حاجة بره كده. طيب كلام جميل، برضو أرجع أقول حقيقي مش عارف إيه اللي ملخبط الكابتن سيف. يعني الكابتن سيف بيقول أضرب تعظيم سلام على القرار اللي خدها لتصحيح ما اعتقد انه غلط. اذا انت بتتكلم دلوقتي على ناس صلحت موقف، همشي معاك يا سيدي ان كان في اخطاء والناس بتصلح موقفها، لكن انا بس عايز اناقش حاجه مهمه جدا. هو انت لما تيجي تقول للعيب امضي 5 سنين ويقول لك لا تقول له بلاش؟ لعيب انت محتاجه. لو قال لك لا امضي 4 تقول له لا يا 5 يا بلاش؟ ما في لعيب قدامك يا جماعه. التفاوض اختلف جدا لان الاموال دلوقتي بقت يعني كتيرة لدرجة يعني صعب انك تقف قدامها الا اذا كان عندك يعني ناس عقلاء جنبك بيفرملوك. لان النادي الاهلي برضو خلي بالك البقاء في النادي الاهلي هو ثروة مؤجلة او ثروة منظمة على مدى عمرك. دي حاجة. حاجة التانية، انت مرة واحدة تفقد ايمانك بالاداره اللي انت بتقول لها شكرا بعد 48 ساعه. مفيش قرارات على فكره، يعني دي اخر قرارات خدتها الاداره اللي انت حيت عليها. انت بتهاجمها ليه دلوقتي؟ انت وقفت لها تعظيم سلام. انت ليه بتهاجمها دلوقتي؟ ما صلحت يا عم. اذا كنت يعني شايف ان كان في حاجات تصلح. النمره الثالثه او الحاجه الثالثه اللي قالها ان اي حد يمشي لازم يكتب الاولويه لعودته للنادي الاهلي. يعني ده مش في ايدك لوحدك، ده مدى قانونيته. لو اللاعب اعترض 100% الاتحاد الدولي معاه، مفيش حاجه اسمها لازم ترجع لي الا اذا كان باتفاقات محدده بانه بيمد عقده وبيدهولك وبعدين يرجع عليك. يعني فيها اجراءات معقده مش سهل ان اللعيب يوافق عليها. ففكره الانتقاد يعني هنعتبر ان احنا بنناقشك بشكل موضوعي. العمليه مش بالسهوله دي، وانا مش بقول كده لان انا مش بدافع عن نفسي. الحقيقه الناس اللي اشتغلت الفترة اللي فاتت دي في ملفات التجديد وملفات بتاع عملت مجهود كبير جدا، لكن اصطدمت في الاخر لما وكيل اللاعب نفسه بيقول انا مش عارف اعمل حاجة وانا بفسخ علاقتي بيه. يبقى انا الراجل اللي بفاوضه كمثلا مسؤول تعاقدات هقدر اقنعه اكتر من وكيله؟ يعني في امور اي واحد يقدر يقول للناس اعملوا وسووا، بس هو لو اتحط في الموقف هيشوف حاجات تانية.
هيشوف حاجات تانية. وبعد الفاصل هنشوف ليه الزميل سيف زاهر استحق شابوه. اهلا بحضراتكم من جديد. عارفين ليه سيف زاهر استحق هذا الشابوه؟ الشابوه اللي لبسه في الحيط زي ما هو بيقول بالحرف كده. استحق هذا الشابوه ليه؟ لانه عشان تفرض على الناس مقارنه تقول ان الزمالك افضل من الاهلي حاليا، وانه يا خطيب ويا مجلس ويا 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 والكلام الكتير اللي انتم سمعتوه. لما اقول لكم انه خلال الثلاث سنين لمجلس اداره الاهلي ومجلس اداره الزمالك، الاهلي في عهد المجلس الحالي خد 2 دوري ويتصدر الثالث، والزمالك ما خدش حاجه. كده الزمالك ناجح والاهلي فاشل. لما الاهلي يتصدر الدوري بفارق 17 نقطه عن الزمالك يبقى الاهلي فاشل والزمالك ناجح. لما النادي الاهلي يشتغل انشائيا في 4 مقرات في وقت واحد ويعمل كل هذا التحديث وكل هذا التطوير في بنيه كبيره جدا، والنادي المنافس يعمل في مقر واحد، يبقى الزمالك ناجح والاهلي فاشل. لما يلعبوا في افريقيا فالاهلي والزمالك والحمد لله الاثنين مع بعض في نصف نهائي دوري الابطال، وباذن الله تعالى يكون النهائي مصري، يبقى الاهلي فاشل والزمالك ناجح. لما الاهلي والزمالك، الاهلي ياخد 2 سوبر والزمالك ياخد 2 سوبر خلال هذه الدوره، بس يبقى الاهلي فاشل والزمالك ناجح. بس هذه المقارنه العجيبه الغريبه اللي رغم الفوارق الشاسعه جدا وانا بس عايز ارقامها فرضت هذه الحسبه عند الزميل سيف زاهر احصائيه المباراه اللي انت طلبتها. انا بس كمان عايز اقول لك حاجه عشان الناس يعني، والنبي ما تتجاهلوا الحاجات البسيطه دي، لان في الاخر بتبقى ارقام وتاريخ وبتستخدم ضدك. انت على مدى سنتين ورا بعض يتم ان يحال بينك وبين الاستمرار في مشوار كاس مصر، مرة أمام الأسيوطي ولم يحتسب لك حقك في ضربات الجزاء المستحقة، ومرة أمام بيراميد ولم يحتسب لك ضربات الجزاء المستحقة وخسرت. هنا وهنا، كيف يمكن لفريق أن يفوز وهو لا يحصل على حقه؟ يعني مطلوب منك أنك تبقى متفوق بشكل مبالغ فيه أو واضح جدا. لكن تعالوا بقى للمباراة اللي عاملة كل الضجة دي، مباراة الأطلال بقى اللي الأهلي اتهد بسببها. بص يا شباب، واحدة واحدة واكتبوا ورانا وهنناقشكم. بالمناسبه هذه الاحصائيه للزميل سيف زاهر اتنشرت على قناته، دي احصائيه المباراه يعني ارقام تحليليه نزلوها على القناه، بس ما حدش استوقفته للتحليل الفني لانه كان المطلوب ان يتقال الاهلي النهار. اسمح لي بس ايه، عشان ايه الارقام دي ليها دلاله ولا هي ايه؟ في المباراه السيئه التي ادارها بتفوق كارتيرون وبسوء واضح وإهمال واضح فايلر في هذه المباراة، نسبة الاستحواذ 57 للأهلي و43 للزمالك. نسبة الاستحواذ، إذا النادي الأهلي كان مستحوذا، هنقول إيه؟ مستحوذ بدون خطورة. أيوه. طيب، إجمالي التسديدات 26 للأهلي 9 للزمالك. 26 ل9 ده الإجمالي التسديدات بشكل عام. لكن ايه يعني، ما هو ممكن كلهم مبوفشين. طيب، تسديدات بين القائمين والعارضه 7 الاهلي 5 الزمالك. تسديدات داخل منطقه المنافس 17، يعني وصلت لعمق الخطر عنده، وبعدين تخبط في واحد وما توصلش. وصلت للعمق 17 ل5، يعني الخمسه اللي بين القائمين والعارضه بتوع الزمالك هم الخمسه اللي داخل المنطقه اللي جاي منهم 3 اجوان. فرص تهديفية، ودي أهم حاجة في الموضوع، 9 للأهلي و5 للزمالك. إجمالي الهجمات، إجمالي الهجمات بقى 55 للأهلي 29 للزمالك. نسبة الهجمات المكتملة، يعني أنت بتبتدي هجمة وتتقطع منك، لا اللي كملت 44% للأهلي 31% للزمالك. إجمالي عدد التمريرات، ما هي عدد التمريرات ليها علاقه بالاستحواذ، فمنطقي هيبقى الاهلي اكتر، 358 للاهلي ل 305 الزمالك. وبعدين دقه التمرير، ما ممكن لاعبتنا تبقى عماله بس ايه تبصي غلط.
83.5% للأهلي ل 73% للزمالك عدد الركنيات اللي هي مؤشر الخطورة. 6 للأهلي 2 للزمالك. العرضيات 33 للأهلي 9 للزمالك. هذه المباراة خسرها النادي الأهلي. اديني عقلك. مفيش خانة واحدة، مفيش مفردة واحدة من هذا التحليل وهذه المقارنة الزمالك تفوق عليها. هل ده معناه ان احنا شايفين ان الاهلي كان كويس وعامل اللي عليه؟ لا، كان في نقطة مهمة جدا يا استاذ ابراهيم. ايوه. في هذه المباراة. وهي تتعلق بواقعية المدربين الاثنين في الملعب. ودي لازم اقول ان كارتيرون كان اكثر واقعية من فايلر. بالعكس، فايلر ربما في الماتشات اللي فاتت عمال يفكر في البطولة العربية الافريقية وعمال يجرب تجربات، بيغير في مراكز لعيبة كتير. في ماتش القمة كان كلنا بنقول ملهاش لازمة العملية دي، ولكن لما صلح في الشوط الثاني اللي المفروض تكسبه بقى، ونزلت اتعادلت. لكن لما تحس ان اليوم مش يومك، رأيي اليوم مش يومك، انت عمال تحط كور في العارضة، انت عمال تضيع فرص، المنافس بيروح لجون لمرمج من فرصتين جاب جون الدور الشوط الاول، الحكم واضح نيته ما بيديكش حقك ومش هيديك حقك، كان الواقعيه تقول ايه بقى؟ العب على انك تخرج بالضروب. طريقه اللعب كان يجب تبقى زي كارتيرون. كارتيرون لعب على مغامره، ان ما يخشش فيها جون بقى واطلع كده، ولو قدرت اخطب جون هتصيط قوي، فخطب جولين وتصيط قوي قوي. طب ليه خطف جونين وليه تصيط قوي؟ سيبكم من ان في ناس عايزه تصيط علشان توقع الاهلي، وسيبكم في الناس اللي بتحاول تعمل الاطلال دي، مسائل الجمهور بقى كشفها وكسفها، واتمنى ان الناس تستحي شويه. لكن ما يتعلق ب اولا اخطاء فايلر في المباراه وترتيبه ليها، كلنا متفقين او معظمنا متفق على انه في اخطاء فرديه من اللاعبين، في اخطاء من المدرب، دي مسائل محدش يقدر يتناقش كتير فيها، وهي وجهات نظر. ده من اللاعبين واضحه جدا. في اخطاء فرديه قاتله مؤثره، لانه انت كمان مسيطر ومستحوذ وكل ارقامك في المباراه انت الافضل، ومع هذا تخسر. في اخطاء فرديه قاتله ومؤثره، بس اخطاء التحكيم وهو عنصر مهم جدا، ومش هيكون راينا بالمناسبه. كابتن احمد الشناوي والكابتن سمير عثمان جابهم الكابتن سيف زاهر، ما جابهمش حد غريب، جابهم الكابتن سيف زاهر، وسمع منهم رايهم في الماتش. هل ما اللي قالوه عن اخطاء الحكم مؤثره في النتيجه ولا لا؟ نشوف الشناوي وسمير عثمان. طبعا بدايه انا يعني عايز اقول حاجه على التحكيم. انا قلت يمكن في يمكن الحلقه، اخر حلقه هنا في اون تايم، هنا اون تايم سبورت، قلت ان يجي حكم مصنف من الاتحاد الاوروبي من الاليت مش هيجي. ليه؟ لان الاتحاد الاوروبي مانع حكام الاليت من هم يحكموا خارج بلادهم الا لمباريات الاتحاد الاوروبي ومباريات الدوري المحلي بتاعهم. طبعا الحلقه اللي جايه دي يعني عايزين نتكلم لان الفار تدخل في هذه الحاله. يعني نقول حاجه مهمه، طالما الفار تدخل وقال لي الحكم يبقى لي راي مخالف، يعني اذا انا عندي راي، مش عندي راي مخالف، عندي صوره مخالفه لقرارك. يعني مش راي، ما هو راي مخالف يعني صوره، يعني ما هي الصوره بتدي للراي بعد كده، عشان يعني الصوره يعني هيدي للراي، هيدي للراي. فانا عندي مخالف، صوره بتخالف رايك. مخالفه ولا مشكوك فيها؟ لا، ما يقدرش مشكوك فيها ما يدهلوش. خلي بالكوا، اذا لم يكن لحكم الفار صوره واضحه تؤكد عكس قرار الحكم الذي اتخذه في المباراه، ما ينادوش انه يعمل اللي هو اون فيلد ريفيو، ما ينادوش ابدا. فهو هنا ده اللي حصل. نوصل بس للحاله ونمشي نشوفها هتبقى ازاي. الحكم طبعا ما عندوش زاويه رؤيه، ادي طبعا المخالفه زي ما احنا شايفينها كده بالظبط على الخط، يعني معناها داخل منطقه الجزاء. مين اللي لعب الكوره؟ ادي وليد سليمان اللي نجح في لعب الكره، هنا الثاني قفز عليه قفز على الخصم، فبالتالي هنا خطا مستحق
انه يحتسب ضد مدافع الزمالك داخل منطقه جزائه تبقى ركله جزاء. ركله جزاء ما فيهاش حاجه، ومش احنا اللي بناكدها، اللي اكدها حكم الفيديو لانه ناداله تعالى شوف الصور. يعني وليد سليمان ليه ضربه جزاء اكيد يعني في كره زي دي. هنا انا اجيب الخطا على حكم المباراه، لان حكم المباراه كان قريب من الكره، بس عشان تحركاته اللي ما كانتش برده سليمه، ان بتكلم في حوالي 7 متر بس بين المخالفه دي ومكان الحكم، المفروض اللي كان الحكم يشوف زاويه كويسه تؤهله لاحتساب الخطا. هنا الغريب انه حصل ان حكم الفي ار اما استدعاه طلع بص عليه، بس تقديره اللي انا بصراحه اختلف معاه، لا هنا في خطا بسبب الاهمال من لعيب نادي الزمالك. طب نشوف مكان الخطا ده جوه ولا بره، لا هتلاقي ان الخطا بدا على خط ال 18 وكمل بيه داخل ال 18، يبقى المفروض طبعا ركله جزاء لصالح وليد سليمان. طيب احنا ماسكين يعني في الكوره دي وخطا الحكم عشان نبرر يعني الهزيمه؟ لا، لكن انت مش معنى ان انا ليا وجهه نظر ان الاهلي كان المفروض يعمل احسن من كده او ما كانش كويس وميها وان الزمالك كان كويس، ان هذه كرة غيرت مسار مباراة. النتيجة كانت 2-1، دي كانت ضربة جزاء قد تغير مسار المباراة تماما، تغير التكتيك، تغير الفكر، تغير كل شيء في الملعب. تاني وتالت هو وليد بيلعب وعدى بالكرة، تم منعه ومحمود علاء له نظرة كده بيبص على الحكم، يعني كان متوقع قرار. الحقيقة أي كلام يقال عن هذا الحكم لن يفيه حقه وحسبنا الله ونعم الوكيل، لكن أنا بقول لكم إن هذه المباراة خسرها الأهلي بأخطاء من فايلر، بعدم واقعية بعض القرارات أو أسلوب اللعب، بارتباك اللعيب وعدم تركيزها. ده في كورة لرمضان لمروان محسن يا أستاذ إبراهيم، مش بقصه على مروان ولا عايز انتقده، لكن بتدل على ان في لعيبه كانت في حاله مش طبيعيه، يعني مسيطره ورغم كده مش مركزه. الكره دي جول، الكره دي لما تشوفها لو تعامل معاها الكابتن مروان كان بشماله في البعيده جول، جول انفراد. لكن هو تخيل نفسه ربما اوفسايد، مش عارف ايه اللي محدش سأله. طيب يعني محدش سأله اهي بص الكره دي اهي، ايه ده الكرة دي جول، يعني هو لو مركز قوي هو بيروح لكورة اصعب من كده، هو اتحرك على ان هو اوف سايد. بص لانه بعدها استعدد للعب، يعني الناس قالت لك مقموص وزعلان، لا هو لا مقموص ولا زعلان، لانه هو بعدها على طول هيتاهب ان هو ينتظر العرضيه. بص شوف هيبص على شماله على هاني عشان يجي وراه، هو اهو لا هو حد قال له ما العب، الظاهر حد نبهه انه كان لازم يلعب. بص هو هيبص على شماله ولما هيتحرك يدخل اهو بص شاف هاني بقى، ايوه وهاني الظاهر قال له اجري وانتظر، يعني ما علينا، يعني هي في النهايه بتدل ما عندوش احساس بالمكان. الجون الثالث برضه كده، الجون الثالث برضه الكره نطت فحد من النادي الاهلي مش متذكر مين، يعني لو واخد باله ان بن شرقي جاي من وراه كان هيجري يضغط. طيب احنا ليه بنقول الحكم؟ لانه الحكم نفذ ما هو مطلوب منه. المهمه اللي جالها في مباراه اخر مباراه الاهلي كسبها من دول، بس هي واحده من دول وخلاص، وقضيت اتعشت. لانه على راي كابتن الشناوي وكابتن سمير عثمان لما يروحوا والفار يقول له في بنالتي، وقال لك لا ده بيقولوا له على قرارهم المؤكد، ولو مش مصدقنا تعالى شوف، فيروح يشوف وبسرعه يصمم على قراره رغم كل هذا الوضوح حتى اللي سجله عليه الكابتن ناصر عباس. دي حاله من الحالات التي اثرت في نتيجه المباراه بشكل كبير جدا جدا جدا. هنتكلم بالقانون ونتكلم بالاعتبارات بتاعتنا ونشوف هنا المخالفه، من الذي نجح في لعب الكره؟ كابتن حلمي وليد يشوف وليد سليمان. انا النهارده على محمود ما عندوش قدره على لعب الكره ولا عنده فرصه لعب الكره، ولكن هو عمل ايه؟ هو في ارتقاء هنا طلع فوق وبالتالي ارتكب مخالفه باهمال تستوجب احتساب مخالفه. هذا الخطا لو خارج ركله حره مباشره، لو داخل منطقه الجزاء ركله الجزاء ما فيش فيها كلام. طيب اوكي انت كان تمركزك 100% كويس جدا جدا، ثم لم تحتسب المخالفه. احنا قلنا الفار احيانا نشوف كده في الحاله ديت، هنشوف الحاله دي هنا
اولا القفز موجود والسند موجود والدفع موجود، جميع اركان المخالفه هنا موجوده، والاحتساب هنا بركله جزاء صحيحه، والحكم هنا مش موجود. ممكن نكملها يا كابتن من اولها لاخرها؟ نكمل نرجع تاني، نرجع تاني ونشوف المخالفه يا كابتن ايمن. المخالفه هنا بص هنا يعني محمود علاء لم ينجح في لعب الكره ولم يلعب الكره، وبالتالي هنا هو هنا القفز والركل والدفع موجود في هذه الحاله المهمه. اللي انا بقول ايه، الفار هنا نجدك، يعني ايه عاوز اقول ايه، ان الفار هنا جابك، حاول يصحح لك الموضوع بس انت بالظبط كده. السؤال هنا كابتن علاء، هو الفار جابك ليه كابتن محمد؟ طبعا اكيد انا الفار، انا قاعد الفار شفت ان هنا في مخالفه طبعا، ولكن إيه حضرتك رحت على المخالفه والشاشه جابت لك اللقطه اللي هي مفيش فيها كلام، ركله جزاء يا كابتن مليون في الميه، مفيش نقاش فيها. اي حكم دي من اسهل ركلات الجزاء كابتن علاء اللي الحكم يحسبها، ركله جزاء سهله مفيش فيها صعوبه تحسبها وانت مش قلقان، وبالتالي هنا انا شايف ان ركله جزاء لم تحتسب. وخلي بالك يا كابتن دي اثرت على نتيجه المباراه، مفيش كلام. بص يا كابتن، ركله جزاء لم تحتسب في نتيجه انت محتاجها كلاعب، احنا بنتكلم بصفه عامه بصرف النظر عن النادي الاهلي او بنتكلم على اي نادي، في ركله جزاء لم تحتسب انت محتاجها اكيد انت ما بتاخدهاش، وبالتالي بتاثر في نتيجه المباراه. قرار اثر بشكل مباشر على نتيجه المباراه، وكان يستوجب كمان خطا اداري، يعني اذا كان تقديرا يدي له كارت اصفر او كارت احمر حسب رؤيه الحكم، لكن الراجل لا ادى اصفر ولا احمر ولا اخضر. اذا كان نصر عباس كان رايه ده في قناه الاهلي، ففي اليوم السابع اللي مش تابع النادي الاهلي، تقرير الكابتن نصر عباس عن ان الحكم كان عنده اختلاف معايير بارزه في لقاء القمه. لو كان في وقت كنا هنجيب الانذارات اللي استخدمها الحكم في مواجهه لعيبه الاهلي في مقابل مواجهه لعيب الزمالك. ما كانش فير بالمره، معاييره كانت مختله بشكل واضح جدا. لكن كانت الخطا الفادح جدا منه عدم احتساب ضربه الجزاء. طب ده الحكام المصريين وخبرائهم. نروح للحكام الانجليز. ميدو في قناه النهار عاملين تجربه كويسه في الحكم الانجليزي السابق ديرمونت جالاجار، بيبعتوا له الحالات ويقولوا له رايك ايه. لما اتبعتت له ضربه الجزاء بتاعه الاهلي والزمالك، الراجل قال لهم نشوف الاول قال ايه ونرجع لكم. اه يعني 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 هو بيتكلم على ضربه الجزاء. يعني لو حابب ان انت برضو يا ميدو تتواصل مع يعني هو الراجل. الراجل يا جماعه بيقول ان هي الكره هو في رايه ان هي فاول من بره ال 18. ديرمونت جود ايفنينج ماي فريند اتس ميدو هير. So you say good my friend. So you're saying that it's not a penalty. It's a free kick outside the box. Yeah, if you look, Mido, what happens when you look on the VAR video? The foul, the player's foot is actually just outside the penalty area, the attacker. Yes. So I think the number four definitely commits a foul. It's definitely a foul because he's nowhere near the ball. The ball's gone. Because the referee doesn't give a foul. The VAR can only rule on whether it's a penalty or not. Well, because it's outside the penalty area, he can't give a penalty. So therefore, they have to go with no foul, which is where the referee's made a mistake. الراجل بيقول برضه النفع والكسر. بيقول لك لو رجعت في البدايه هيقول لك ان بدايه اللمس بتاع محمود علاء لوليد سليمان كان رجليه بره ال 18، كان عنده رجل بره ال 18 والباقي جسمه جوه ال 18. هو بقى بيقول لك ايه؟ ان النهارده لو هو كان ادى الفاول كان الفار كان هيقول له ايه؟ كان يجوه ولا بره؟ وده كلامه صح، كلامه صح. ان هو بيقول لك بقى ان هو عشان اصلا ما اداش فاول، فالنهارده هو رجع للفار هي بينالتي ولا مش بينالتي، فقالوا له مش بينالتي، الكوره مش بينالتي، لكن هي بدايه الكونتاكت زي ما احنا شايفين، ودي البدايه هي اللي بتتحسب على حسني، ان بدايه الكونتاكت ان الكوره فاول على محمود علاء بره ال 18، كان لازم يحسبها. طالما انه ما حسبهاش الفار مالوش بقى يقول له ان هو يرجع فاول مره ثانيه. قال لك في الاخر ان الحكم غلطان. الحكم غلطان، هي فاول. هي فاول. الحكم ما حسبش اي حاجه خالص. صح. ديرمونت ده سكند كيس، احنا على فكره هنساله دلوقتي على الكوره بتاعت بتاعت وليد سليمان وعبد الشافي. تمام. لان بدلناها. ان الكوره بعتنا له الفيديو وعايزين نعرف رايه، هل وليد سليمان تعمد ايذاء عبد الشافي ولا لا، او ايه كان لازم القرار. طيب ديرمونت، يو هاف ذا كيس نمبر 2 بتوين ذا بلاير وليد سليمان اند ذا بلاير اوف زمالك عبد الشافي، اند يو كان سمايل، سو اي نو يور ديسيشن، ميبي اي كان سي يور انسر فروم يور سمايل، بات وي ونت تو نو ذات اف ذا بلاير اوف الاهلي اسيومينج تو هيرت ذا بلاير اوف زمالك اور نوت. I just can't believe that the red player has definitely headed the ball first. There's no doubt whatsoever. The white player is late getting to the ball. The one thing the referee could say is it's a clash of heads. Both players gone for the ball, but it's definitely not a foul by the red player. It's if anybody's committed a foul, it's the white player. But
his get out of jail card would be to say that both players have clashed heads and you drop a ball, but he can't give a foul to the to the defender. It's the attacker's clearly won the ball fairly. يعني هي مش فاول صح؟ لا لا بيقولوا مش فاول, بيقولوا ان هم الاثنين لعيبه راحوا للكوره, الكوره الاثنين لعيبه راحوا للكوره وهو ما فيهاش عادي, ما فيهاش اي حاجه. يعني الحكم الانجليزي استخدم كلمه ديفينتلي, مش فاول, مؤكد ما هيش فاول. وبعدين انت لما تشوف اللعبه وليد طلع لعبها وهو كان بيحاول يلعبها كابتن عبد الشافي فخبطوا ببعض والاثنين اتعوروا, بس اصابه ربنا يديله الصحه ويشفيه كابتن عبد الشافي, لانه لما وقع على دراعه دلوقتي وليد عمل وبره, يعني مش عارف هيلحق الماتش الجاي ولا لا. مش هيلحق, مش هيلحق, يعني مصيب. فمساله الازاء ما كانتش لا من ده ولا من ده, لكن ضربه الجزاء اصل عشان ميدو بيقول لك ده قال من بره, هو لا قال من بره ولا قال من جوه, قال لك الكوره فيها خطا موجود, كلمه يعني فيها خطا. ايوه مين بقى وعشان ما حسبش الخطا ما يقدرش يحسب البينالتي, ما هو البينالتي هيحسبه على خطا. بالظبط, هو ده المعنى اللي بيتقال باستمرار. اما بيجيبوا كان الكابتن جمال الغندور يحلل, كان يقول لك الاول نشوف فيها خطا ولا لا, وبعد كده بره ولا جوه. لا لو فيها خطا بتبقى بينالتي, لو فيها خطا افرض انها جوه بوضوح, يقول لك الاول نشوفها فيها خطا ولا لا, لان الخطا هو اللي بيخوض على احتساب بالخطا, وبعدين لو جوه ضربه جزاء لا بره. لكن هو في كل الاحوال هو ركب دماغه, هو عارف انها كذا ومش عايز يدي قرار, لان صعوبه الكره دي ان كانت هتبقى ضربه جزاء وطرد او انذار. صحيح. اعتقد براءة وليد سليمان من كل الناس اللي بتحاول تلصقه بيه, وكل الاتهامات المتجاوزه جدا في حقه سمعوه من ميدو ومن الحكم الانجليزي. ما اظنش بعد كده في راي تاني. لكن كمان كان في راي مهم جدا, زميلنا العزيز حمدو الحسيني في اليوتيوب بتاعه اهتم انه يسال خبير التحكيم العربي الكبير جمال الشريف عن لقاء القمة وضربة الجزاء وقرارات الحكم الكرواتي. الحدث جرى على الشكل التالي, كرة ملعوبة بالرأس من لاعب الأهلي باتجاه حدود منطقة الجزاء, هناك مسافة تقريبا متقاربة عن الكرة بين وليد سليمان والكرة وبين محمود علاء والكرة. وليد سليمان طبعا يحاول أن يتحرك باتجاه عمق منطقة الجزاء باتجاه لاعب الكرة, وفيما كان محمود علاء يحاول التحرك بعرض بتوازي مع خط منطقة الجزاء بشكل عمودي باتجاه الكرة وأيضا باتجاه المنافس الذي سيحاول لعب الكرة والتقدم إلى العمق, وبالتالي ستكون الحركة بهذا الشكل. وليد سليمان يتحرك بهذا الشكل, محمود علاء يتحرك بشكل آخر, وهنا حدث التصادم. نتيجة ما هي نتيجة هذا التصادم؟ لماذا حصل التصادم؟ أعتقد بأن المخالفة كانت واقعة بكل تفاصيلها التي تحدثنا عنها, وعملية الاصطدام الحقيقي التي أثرت على قدرة اللاعب على متابعة المهاجم على متابعة الكرة والوصول إليها وتعطيله بشكل كامل. طبعا أعتقد بأن هناك ركلة جزاء يجب أن يحتسب, تدخل الفار وبالتالي هناك قناعة أو رأي لدى تقنية الفار يخالف القرار المتخذ من قبل الحكم باستمرارية اللاعب, وبالتالي احتساب ركلة مرمى. الحكم استمرت المشاورة والحديث بين الحكم وبين حجرة الفار دقيقتين وأربعة ثواني, وهذا أعتقد زمن طويل وطويل جدا, كان يجب أن يستغرق بحدود 30 40 50 ثانية في الأكثر في الأغلب. وبالتالي بعد ذلك الذهاب باتجاه الشاشة لمشاهدة الشاشة التي استغرقت فقط 17 ثانية, كان يتوجب أن يكون الزمن أكبر من زمن المشاهدة من زمن الحديث, وبالتالي أنا أعتقد استمرارية الحديث هو محاولة لإقناع الحكم بوجود شيء يخالف قراره, وبالتالي اقناعه بالعودة إلى متابعة الشاشة. الجملتين الأخيرتين لجمال الشريف هم دول دليل إدانة هذا الإيفان اللي جابوه علشان يخلص المباراة, لأنه كلامه قال لك الغريب جدا إنه الراجل استغرق دقيقتين ونص في حوار مع حكم الفار, بينما استغرق أو احتاج 17 ثانية فقط عشان يشوف اللقطة.
قال لك مع انه كان المفروض العكس، يعني انت المفترض مجرد ما قالوا لك تروح رايح وتعيدها وتتفرج عليها. وانا بس السؤال وده اللي انا لو ترجع من زمان رايي حريص رايي في الفار انه مش هيحل المشاكل، لان في الاخر القرار بشري. لو انت نيتك، لانك لو في ضمير انت مش محتاج فار، لو مفيش ضمير ولا 100 فار يخلوك تغير رايك. هو 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 الفار لما يقول لك ضربه جزاء وتروح تتاكد انها ضربه جزاء وما تحسبهاش، ده معناه ايه؟ ده معناه ايه؟ ما هو الجدوى من الفار والملايين اللي اتصرفت عليه؟ معناه ان انت تشوف لاعب زي اسامه فارس بيضرب بعنف في قصبه رجل مثلا المنافس وما يطردش، وكل خبراء التحكيم دول لو كان عندنا وقت كنا هنعرض لكم ان هو كله قال لك ازاي ما يطردش، لازم يطرد، ازاي ما يطردش، بس يطرد مين؟ يطرد مين وهو جاي يخلص اللي عمله في المباراه اللي فاتت من سنه ونص؟ هو نفسه الايفان. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل كلام مهم جدا كمان. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا في كل اللي فات ازاي لو حد هيقارن الوضع اللي حاصل في الاهلي باي فريق اخر هيظلم الفريق الاخر او النادي الاخر ويظلم الاهلي، للفرق الكبير بين اللي حاصل. ومع هذا شفنا الناس اللي عايزه تزيل كل هذه الفوارق علشان تقول الوضع ده، وشفنا تقرير الحكم معنا والخبراء. كابتن سيد معانا على التليفون. ماذا يتعرض له لاعبو الاهلي، جهاز الكوره في النادي الاهلي؟ ايه اللي حصل في مباراه القمه؟ وايه اللي جاي كمان في بطوله يتصدرها الاهلي بفارق 14 نقطه او بفارق 17 نقطه هذا الفريق المنهار؟ معنا على الهاتف الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره. كابتن سيد مساء الخير. مساء الفل يا زبرين، ازي حضرتك وازيك كابتن عادل؟ اهلا كابتن سيد، ازيك؟ الحمد لله رمان. كابتن سيد، وانت متابع اللي حصل من رد الفعل الاعلامي بعد المباراه، مبدئيا خلينا نقول انت انطباعاتك ايه على اللي حصل، ثم المشهد الاعلامي ده رايك فيه ايه؟ طب يعني في البدايه بالتاكيد يمكن خسارتنا المباراه بالتاكيد بيبقى فيها حزن على الجميع، سواء كان على المستوى الاداري او المستوى الفني او مستوى اللعيبه، بالطبع كمان على المستوى الجماهيري. ده وضع طبيعي، يعني دايما بتبقى متعود ان انت بتلعب حتى لو مباراه وديه او مباراه صغيره او مباراه كبيره بتبقى عايز تكسب يعني. فبتتقبل الحزن على النتائج طبعا، لكن في اوقات بتقف على تقسيم الامور او تصدر مشهد انت مستنيه، وكانك مستني حاجه. يعني مستني شيء لما بيحصل الكل بيطلع اللي في قلبه والكل بيطلع اللي جواه. وده انا مش مستغربه الحقيقه خالص، يعني يمكن انا ممكن يبقى عندي وجهه نظر او عندي استنتاج معين انا متاكد منه. انت في وضعيه او في توقيت او في مرحله، يعني محدش هيحاسبك على الكل، هيحاسبك على اللقطه. ولو انت عملت اللقطه وما عملتش الكل، الكل هيحاسبك على الكل مش هيحاسبك على اللقطه. يعني بيدور على عكسك، على الحاجه اللي انت بتعملها العكس. يعني ما اعرفش اي مجتمع او اي منظومه رياضيه في العالم كله، يمكن احنا متعلمين غلط او فاهمين غلط، او الاعلام الرياضي المصري عايز يفهمنا حاجه غير اللي العالم كله بيعملها. المنظومات الرياضيه في العالم كله عندها تارجت في بدايه الموسم، كل الانديه الكبيره كل الانديه العظيمه كل الانديه المشهوره عندها تارجت في البدايه كمؤسسه او اداره او مسؤولين على المستوى الرياضي، يقعدوا قبل الموسم كده على مستوى برشلونه، ريال مدريد، بايرن ميونخ، مانشستر سيتي، الاهلي، الانديه الكبيره على يعني المستوى العالم، بتقعد كده مع المسؤولين كجهاز فني او حتى لعيبه او لجنه كوره او لجنه تخطيط او مدير رياضي على حسب الاسم الوظيفي لكل نادي. بقول له انا عندي التارجت بتاعي، يعني في ثلاث اربع بطولات، لكن في بطولات التارجت بتاعك الدوري ودوري الابطال الاوروبي، دوري الابطال الافريقي، عندك دي البطوله الاكبر، الكاس حتى بيجي في مرتبه بعيده شويه. بيجي في مرتبه بعيده شويه. بايرن ميونخ مش اعظم نادي في اوروبا في الوقت الحالي؟ بدايه السنه خسر من بروسيا 2-0 في السوبر. صحيح. يعني ومدير الفني لبروسيا واللعيب بروسيا يعني قالوا ان اعظم فرقه في الدوري الالماني، لان هناك ما فيش لا سطحيه في الفكر ولا اتجاهات اعلاميه
ولا خوف من سباب وشتايم هيتعرض بيها لو قال كلمه حق. مانشستر سيتي وهو جارديولا ابو الكوره اللي علم العالم كله كره حديثه، يعني في نقل الهجمه او بدايه الهجمه او الوصول لحاجه معينه، لما اتسال السنه دي قال لك ليفربول هو احسن فرقه في الدوري الانجليزي رغم ان هو كسب 4-0، رغم ان هو كسب 4-0 ورغم ان هو كسب في السوبر، لكن ده عشان الراجل ما عندوش حسابات وما عندوش اتجاهات وما عندوش اي حاجه يعني يخاف منها فبيقول الحقيقه، لان ده كسب الدوري، ده كسب الدوري. اوكي، فانت الحاجات اللي بتتعلمها او اللي انت عارفها بدا حتى يبقى فيها خلل بالنسبه لنا. الناس بتقعد تقول لك انت ما تتكلمش او ما تطلعش او ما تظهرش او ما تقولش حاجه عشان في حاجات معينه، لكن انا عندي وجهه نظر وهفضل مصمم بيها. ترك الساحه، ترك الساحه لعالم افاقه مش هيودي غير للنتائج اللي انت هتشوفها، بلبله في الفكر، بلبله في الفكر. الناس كلها بتروح لحاجه يعني خطيره جدا. يعني النهارده انا لاعب 21 مباراه، انا ما بلومش يعني بلوم نفسي وبلوم الجهاز وبلوم اللعيبه، بلومهم في حاجات كثيره جدا، لان انت يعني في اوقات كثيره نتكلم بالعاميه كده يعني بتشمت فيك اللي يسوى واللي ما يسواش، اللي بيتكلم بمنطق واللي ما بيتكلمش بمنطق. فبعض الاوقات زي ما بتبقى حزينه وكئيبه لكن بتظهر لك اللي جواك، بتطلع لك اللي جواك، مفيش مشكله. وانا بقولها على المستوى الشخصي، انا على مستوى الشخصي عشان في ناس كتيره جدا يعني ممكن تتكلم في حاجه من غير مزايده ومن غير وبهدوء اعصاب شديد جدا. انت لما بتطلب منك في بدايه الموسم بتطلب منك يعني حاجات معينه، لو حققتها، لو خدنا الدوري وخدنا بطوله افريقيا انت عامل كل حاجه كويسه. حتى لو حتى لو سمعت يعني اللي على كوكب الارض كله عشان يثبت لك ان انت غلط، لا انت صح. لو خدت الدوري وخدت دوري ابطال افريقيا انت صح ان شاء الله. لا تهتم بصفيحه ولا كاس، يعني بكاس ولا تهتم بسوبر، مهم ان انت تاخدهم وانت خدتهم في البدايه. صحيح. لكن دي بطولات سنويه. يعني دي بطولات سنويه، دي بطولات سنويه، ده في علم الكوره. انت هتعايز تحقق يعني عايز تعمل حاجه ثانيه او تدخل في دماغك حاجه ثانيه؟ لا. انا بقول لك وانا على المستوى الشخصي لو انا ما نجحناش ان احنا ناخد الدوري او بطوله افريقيا وفي يعني رؤيه ان الناس، لا مش رؤيه يعني كاداره، انت ما حققتش التارجت بتاعك، ايه المانع انت تمشي؟ يعني انا على المستوى الشخصي لا انت متمسك بالمكان بشكل كبير جدا غير حبك للمكان، ولو حد جه بعدك ولا حاجه ايه المشكله؟ دي كوره عادي جدا، وانت بتقولها على شخصك، يعني بتقولها على شخصك قبل ما تقولها للعيبه او قبل ما تقولها للجهاز او قبل ما تقولها لاي حد. دي سنه حياه، طالما انت ما حققتش الهدف بتاعك او المنتظر بتاعك من بطولات فبالتالي انت ما نجحتش. لكن مش ممكن تبقى انت عامل ارقام زي دي، ارقام زي دي وبتحقق زي كده ويبقى ده المردود الاعلامي او ده الموصول او التوجيه الاعلامي. ده سيد يعني هو الاعداد لهذه المباراه كله كان بيجهز، اصل المباراه دي بطوله، اصل المباراه يعني ده كان التوجه وكان الاعداد ان الاهلي ما يكسبهاش عشان نبتدي نتكلم انها بطوله. يعني هذه البطوله حتى لو اتكلمنا عليها نضم بقى عدد بطولات كامل النادي الاهلي هنبقى نحسبها لهم بقى بما انها هذه المباراه بطوله نحسب عشان نوسع الفارق كمان عن كده. لكن احنا دلوقتي عايزين في الاخر انت لو تعادلت، لو تعادلت مع الانتاج او لو تعادلت مع الزمالك او خسرت من الزمالك او تعادلت مع مثلا اسوان او تعادلت مع الاسماعيلي او تعادلت مع اي حد هتقوم لحق، اوعى تفتكر انها تنتهي. هو بيستنى لك حاجه، بس انا زي ما قلت كده هو مستني لك حاجه وهيستنى لك، وعشان ما يستنى لكش عايزين تطمنا شويه بقى. ايه اللي بالصفحه بقى يا كابتن سيد؟ اقصد نعم تطمنا على اللي جاي بقى. سامع والله بقول لك تطمنا على اللي جاي ابتداء من المباراه اللي جايه. اللي جاي باختصار شديد ممكن يبقى عندنا نواقص، ممكن يبقى عندنا غيابات. مين اللي راجع قدام الجونه يوم الاربعاء؟ في النهاية يعني انت عندك مساحة وقت، عايز اوصل لمباراة الوداد وانا كامل الصفوف، عايز اوصل لمباراة الوداد وانا برضو فنيا عالي، عايز اوصل للوداد وانا مرتاح حتى في المستوى الدوري، ده مطلوب، ده مطلوب جدا مفيش مشكلة، لكن اللي عايز اوصله بس عشان بس يعني برضو عشان تبقى الدنيا يعني كابتن عادل يا استاذ ابراهيم انا بتفرج عليكم بقالي ساعة ومن اول الحلقة تمام؟ حتى على المستوى العام يعني
انت ممكن تنتقد انسان او ممكن يبقى تقييمك لانسان زي ما انت عايز او زي ما انت شايف مفيش مشكله فيها خالص، لكن احنا عندنا يعني قناعات. انا يعني انا كسيد عندي قناعات مش عايز اغيرها، وانا شايف انها صح. مفيش حد هيقعد في النادي الاهلي غير اللي حابب يقعد في النادي الاهلي، محدش هيقعد في النادي الاهلي غير اللي حابب يقعد في النادي الاهلي. انت مش هتجري ورا حد، دي قناعات انا الشخصيه، يعني مع احترامي الكامل لاي نجمه ولا اي حد بيمشي ولا اي حد بيقعد، انت هتطلع تقول بص بتطلع تقول ما حافظتوش على فلان وفي اخر الدوري تقول مبروك للاهلي. طيب انا صح، يبقى الاهلي صح. انا بقالي خمس السنه الخامسه، دي السنه الخامسه، مهما طلع من الفرق واحد ولا اثنين ولا ثلاثه انت اللي بتاخد الدوري. يعني 2016 مع مارت ليون ان شاء الله باذن الله يعني يتحقق الامر بالشكل اللي احنا عايزينه. لكن اوصل بس اوصل لحاجه يا كابتن عادل. ريال مدريد نفسه، ريال مدريد اللي عنده قوه شرائيه غاليه جدا او عاليه جدا، لما حب رونالدو ان هو يمشي مشي. صحيح، ميسي بجلاله قدره اللي ما فيش حد في العالم هيعمل اللي عمله ميسي. لو عنده رغبه ان هو هيمشي برشلونه هتسيبه. طيب. الحياه كده، المشكله عندك يعني ازاي غصب عنه. صحيح، ازاي تعوض واحد مش حابب يقعد معاك؟ خلاص انت حضرتك بتعوضه ببطوله ولا بتعوضه من غير بطوله؟ بتعوضه ببطوله الدوري اللي هي الاهم وابطال افريقيا، خلاص يبقى انت مفيش مشكله، والناس تحترم خدت قرارها، او ناس طيب. يعني شايفه ان هي في جمله سريعه تقول ليه الجمهور الاهلي؟ نعم، تقول ليه الجمهور الاهلي في جمله سريعه؟ بقول لك بس انا عايز اتكلم على موضوع وليد سليمان. يعني وليد سليمان مش حدش هيزاد على وليد، محدش هيزاد على شخصيات وليد واخلاق وليد. وليد لما راح زار من باب الانسانيه اللي احنا متعودين عليها، اللي هي الرياضه اللي احنا فينا من هنا. احنا ما بنعتذرش يعني محمد عبد الشافي ربنا يشفيه. وانا اثناء الماتش على فكره هو ماشي حتى واحنا مغلوبين، انا طبطبت عليه وما فيش مشكله خالص فيها. وليد ما راحش يعتذر لواحد، هو راح يعتذر لزميل، لكن ما بيعتذرش لحد بيقل ادبه، ما بيعتذرش لحد بيقل ادبه ابدا. ده وليد سليمان. الحاجه الاخيره، جمهور الاهلي او الناس اللي موجوده في النادي الاهلي، اي حد موجود اي حد، سيد موجود، محمد موجود، علي موجود، فلان موجود، سيد مشي، فلان، ما فيش مشكله. تمام، ما فيش مشكله، مش مساله الكيان اللي فاضل بس. سيبقى الاهلي دايما ان شاء الله يا كابتن. القوه هي اللي فاضله، قوه النادي يعني. الاهلي باقي بقوة محمد محمود بسرعه ان شاء الله على السريع. للاسف دهمنا الوقت يا كابتن، دهمنا خلاص. نعم كابتن سيد، دهمنا الوقت. محمد محمود سريعا. محمد محمود لسه قدامه برنامج تاهيلي، يعني ده راي الدكتور الالماني ان هو محتاج حوالين الركبه، الكتله العضليه اللي حوالين الركبه يبقى فيها يعني شغل شويه في الثلاث اسابيع اللي جايه، وان شاء الله رحمه تكون موجوده. انما الشحات يلحق ان شاء الله الوداد باذن الله. لا الشحات طبعا يلحق الوداد باذن الله. باذن الله تعالى. شكرا جزيلا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، واعتقد طمنكم انه سيبقى الاهلي قويا باخلاص ابنائه والتفاف جماهيره. باشمهندس كان عندك كتير لكن للاسف لم يعد لدينا اي وقت. على جمهور الاهلي ان يلتف حول فريقه بشكل غير مسبوق. هذا هو وقت الالتفاف والاصطفاف الاهلاوي. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا. وعلى خير نلتقي في الثامنة مساء الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير. كلام بجد، شد وجذب، خد وهات وهات وخد، بص شوط عدي فوت، لا ملعوبة حلوة موت، ما تخافش.